بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وكلما زادت الانتصارات وتوالت الارقام القياسيه انطلق الاهلي كالمارد في طريقه، زادت حده الانتقادات وهستيريا التحول. انهم يكرهون الجمال. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك وكتابه. هم بالفعل يكرهون الجمال، يكرهون الجمال، يكرهون الاستقرار، يكرهون البناء، ويكرهون التقدم. لأن الحقيقة كل ما حدث في ليلة الثلاثاء باستاد القاهرة الدولي كان ينم على أنه ده فرح كبير منصوب، لأول مرة بعد غيبة طويلة يرجع الأهلي يلعب في استاد القاهرة. وتحمل الأهلي وتحملت الجهات الأمنية مخاطر الرهان على هذا الاختيار. قلنا لحضراتكم وقتها الاهلي كان عنده خيارات، يلعب في استاد السلام ب 15,000 مشجع، او يلعب في برج العرب كما هي العاده في الفتره الاخيره ب 40,000 متفرج، او يواجه منانا الجابوني في مستهل المشوار الافريقي في استاد القاهره بس ب 5,000 فقط. اختار الاهلي ال 5,000 لانه اختار العوده الى استاد القاهره بكل ما تعنيه الكلمه يا باشمهندس، من عوده للحياه الطبيعيه بكل ملامحها الكامله. ما عندكوش هو اختيار فكرة. وكأن القدر شاء ان يكشف كافه الامور. ان كلما اقتربنا خطوه شدونا للخلف خطوات. هناك من لا يريد ان تبدو الامور طبيعيه. من يريد حق النادي الاهلي وحق كره القدم وحق الجماهير. وأول ناس يجب أن يفطنوا إلى هذا، وإن كانت لأول مرة، الاستنكار جاء حتى في بيان الألتراس. محدش وافق على ما يحدث، ولكن لا يكفي الاستنكار. لا يمكن أن أسمح للمندسين بالتواجد في صفوفي، ها؟ لأن دي فيها مخاطر كثيرة جداً. فيها مخاطر كثيرة. مخاطرها يا استاذ ابراهيم، معلش هقول عنوان وانا عارف انك عايز تأجل التفاصيل. مخاطرها يا عزيزي ابراهيم انك انت عندما يحدث هذا الشغب يؤدي الى ايه؟ اما بسمح بوجود ناس في صفوفي بتخرب وما بقولش عليها بيؤدي الى ان جناه يفلتون وابرياء ربما يظلمون. لانك انت في الاخر مش عارف تحدد في كتلة ظهر في وسطها مشكلة. على ما تتباين من التحقيقات بيكون في ناس اتظلمت لفترة ولو وجيزة. إذا الأمر بإيد مين؟ اللي عارف وما بيقولش. صحيح. ما يبكيش على صاحبه اللي اتظلم. صحيح. عشان كده حلقة النهاردة حتى وإن كنا بدأنا متأخر شوية لظروف بطولة الطايرة، ومبروك فوز أنسات الأهلي واستمرارهم في هذه البطولة وإن شاء الله نحو الفوز باللقب. مع هذه البداية هنسهركم شوية عن الميعاد الطبيعي الملك وكتابة، بس ده علشان نناقش القضية من كل جوانبها بكل تفاصيلها بكل فيديوهاتها بكل مخاطرها وبكل معانيها. أعتقد حلقة مهمة جدا اخترنا لها عنوانا واحدا: الأيدي الخبيثة وكرسي في الكلوب. هو فعلا كان كلوب الفرح، وكان زي ما حضراتكم تابعتوا وشفتوا الاهلي بيقدم عرض رائع امام منانا الجابوني، بيكسب باربعه اهداف، بيضيع اكتر من عدد هذه الاهداف، ايضا فرص سهله ضاعت. لكن اللي حصل من مشهد في الاستاد مع هذه البدايه الافريقيه القويه لنادي القرن كان لازما وقفه مهمه جدا، خاصه وانه مع انفجار هذه الاحداث ومع انشغال الراي العام مش بس الكره والحياه، حتى برامج التوك شو السياسي كلها فرغت نفسها خلال اليومين السابقين لمناقشه ما حدث في استاد القاهره ليله الثلاثاء، وده استتبع انه معالي النائب العام يصدر بيانا مقتضبا يحيل فيه ملف التحقيقات في هذه الاحداث الى نيابه امن الدوله العليا. وقال المستشار النائب العام المستشار نبيل احمد صادق انه امر بتكليف نيابه امن الدوله العليا
بالتحقيق في أحداث الشغبة التي شهدتها مباراة الأهلي ومنانا الجابونة التي أقيمت باستاد القاهرة يوم الثلاثاء 6 مارس 2018، لما تبين أنه ما حدث من أحداث لا علاقة له بتشجيع النادي الأهلي، ولكنها انطوت على ما يمس سلامة وأمن البلاد، وهنا مكمن الخطورة الكامل. هذا البيان الذي قرأته مجرد لعب كورة، هذا البيان الذي قرأته وصفته بالمقتضب، إلا أنه زاخر بالمعاني، مليان مليان لما نتمعن في كل المعنى الوارد في شأنه. موضوع بقى واضح لدى النيابة من خلال البيان ده، أن الموضوع ما بقاش كورة، ما بقاش خلاف بين أولتراس وأمن، ما بقاش خلاف أن الجماهير من حق المدرجات من حق الجماهير، لأن إحنا تجاوزنا المرحلة دي خلاص. الأمن متفق، الجماهير حضرت أكثر من مرة، اشمعنا مع هذا التوقيت وهذا التزامن اللي اخترنا فيه أن يبقى استاد القاهرة هو يعني يستضيف هذه المباراة، وضحينا بإيراد أكثر من 40,000 متفرج عشان نأكد، وقلنا سبب اختيار استاد القاهرة. فكل شيء ماشي كويس جدا. أنا كنت خايف من إيه؟ من المشكلة تحصل بره قبل المباراة، إن اللي عايزين التذاكر وما خدوهاش هم اللي عملوا مشكلة. لم أتخيل إن ما زال هناك من يريد الشر لمصر وللكرة. للكرة أنا وأنا بقول الكرة أستاذ إبراهيم، ما تيجي بنتكلم كلنا كده دون التزام قوي بالنص اللي قدامنا، لأن هنوفيه حقه. أحيانا المسؤولية قد تصل بك إلى شعور بالخجل. لما أنا عشان أروح ماتش كورة وأنا مؤمن وقاعد وعندي طرف إن كل مشكلتي عدم الحصول على تذكرة، أو كل فرحتي إن أنا حصلت على تذكرة، أو بأن أنا قاعد مأمن وضعي وأنا بشجع أنا أسرتي، الأسر بتروح دلوقتي المباريات، مش قادر أدرك بمسؤولية إن تمن دي بيدفعوا ناس بدمهم قاعدين بيحاربوا، بيسقط منهم الشهداء. صحيح. في معركة دارية هي الحرب بعينها. صحيح. أمريكا بعظمتها، روسيا بعظمتها، لم تستطع أن تخوض حرب الجبال، حرب الصحراء، وما زالت أقدامها مغروزة هناك ولم تتخلص من بؤر الإرهاب. فعندما يصدر العالم إرهابه إلى سيناء خلال الخمس ست سنين الماضية، ابتداء من 2011 لحد يعني طبعا زي ما بيقولوا ايه اللوكشة الكبيرة كان في اول سنتين، اي حدود مفتوحة، ما حدش بيقول لواحد انت رايح فين يعني. وده بيبان قوي يا استاذ ابراهيم في كمية الأسلحة المدفونة، كمية الأنفاق اللي بتكتشف، وكمية الجيوب اللي بيعصر عليها، والشهداء وحجم الشهداء. إذا هي معركة دارية بين مرتزقة مدربون، مدربين مدربين، صلح ورايا أنت عشان ما بوصي الأجيال لا الأجيال كمان اللي طالعة تعلم مننا غلط ليه؟ صحيح. أنا راجل بغلط وأنت راجل بتصلح. لا أنت أستاذ. لا في اللغة أنت أستاذ. لا أستاذ. فأنا أرى إن يعني إزاي أنا وأنا قاعد بتفرج على مباراة كرة قدم كل غضبي إن واحد رمى شمروك وحد حب يقول له ده مش قانوني، أو واحد حب يشتم والناس قالت له وقف عندك. الله، ما هو لازم كمان الناس اللي بتتشتم دي والمسؤولين يشعروا إن وراهم ظهير شعبي قوي يشعر ممتني ليهم. لازم لازم كرة القدم دي تبقى عنوان التعبير عن امتناننا بما يحدث من تضحيات عشان نقدر نلعب كرة قدم، مش نشجع عشان نقدر نلعب كرة قدم. فأنا أشعر بالخجل، أشعر بالخجل كلما طالعتني الأنباء بشهيد بجريح، وأرى أمهات صابرات وأباء يقول لك عايزين نقدم بقية ولادنا، وجنود بواسل يدفنوا زمايلهم ويصمموا يرجعوا إلى الميدان، وواحد رجله
تتقطع يبقى كل همه انما تعقوش على انه يرجعوه يكمل، وواحد يرمي نفسه على كمين علشان ينفجر فيه ويحمي زمايله وسايبين كل ده وعمالين نهري، وعندنا طرف التنظير وطرف التقييم وطرف الـ يعني انا يعني هذا منتهى الظلم، هذا منتهى الظلم. في نفس الوقت بقى تعالى نرجع للمشهد الرياضي والكروي، هنرجع له باستفاضه كبيره يعني باستفاضه خاصه. انا هقف معك خلاص باستفاضه خاصه، بس انا والله كلمتين مزعلني، انا شاعر بالخجل وانا قاعد مع حضرتك وبنتكلم في كده وفي ناس شهداء. ليتني اصغر سنا، ربنا يديك الصحه. طيب الاخبار السريعه برضو علشان نشوف الجزء الفني في هذا المشهد اللي مؤكد هينال كل الاهتمام والبحث والمناقشه، وهنحاول بقدر الامكان نسمع اراء حضراتكم. كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره قال انه بعد الفوز الكبير على منانا الجابوني مفيش مكافاه خاصه بهذه المباراه، لكنه لما سئل المكافاه ايه بعد هذا الاداء قال لا، اللائحه على الدور. فان شاء الله الاهلي مباراه العوده اللي هتكون في الجابوني يوم 17 مارس يتخطاها ان شاء الله ويكمل الاهلي التاهل لدور المجموعات، وقتها بيتم صرف مكافاه التاهل لدور المجموعات. والكابتن احمد ايوب المدرب العام اكد على اهميه مباراه انبي، يعني عايز يقول انه المشهد الافريقي بكل ما فيه وتداعياته ما بيشغلش الجهاز الفني عن الترتيب لمباراه امبي اللي هتكون يوم الاحد ان شاء الله في الدوري، واللي بيسعى الجهاز الفني للفوز بيها عشان يقرب اكتر واكتر من حسم بطوله الدوري. وقال ايوب انه الجهاز بيعمل جاهدا لتحقيق الفوز في هذه المباراه، وقال انه الجهاز مدرك انه الفوز او حسم بطوله الدوري مبكرا هيخلق نوع من الراحه النفسيه الكبيره عند الجهاز واللعيبة والجماهير، وهيخلي الأهلي كمان يحول درجة تركيزه أكتر للبطولة الأفريقية ولبطولة كاس مصر إن شاء الله هذا الموسم. أتوقف عند هذه المباراة. يعني إمبي بالذات بيشكل إجابة على أسئلة كتير. خرج منه في الشتاء أهم مهاجم عنده هدافه، وخرج منه حارسه الأساسي. طيب ماذا فعل؟ يقدم الآن كرة جميلة جدا وكرة يعني محترمة، ويشكل منافس عنيد لأي فريق. لذلك أنا بقول لك المباراة دي عايزين ناخدها بجدية شديدة جدا، وتجاوزها هيكون له معنى، هيكون له معنى أنك أنت فوز على فريق تقيل. كمان الكابتن طارق سليمان مدرب حراس المرمى، وزي ما شايفين حضراتكم حراس الاهلي الكبار ما شاء الله كلهم في افضل الحاله، اذا كان شريف اكرامي او الشناوي او لطفي الحقيقه في حاله تنافسيه عاليه جدا، خلت كابتن طارق سليمان مدربهم يقول انه سعيد بالمستوى اللي وصل ليه الثلاثي، وقال ان الجهاز الفني خلاص طوى صفحه منانا ودخل بتركيز شديد في صفحه الدوري علشان يدخل مباراة إمبي اللي بيحذر منها المهندس عادل القيعي زي ما سمعتوه. ما شاء الله كل لعيبة الأهلي دوليين، عدد كبير من اللعيبة اللي انتوا شايفينها مرشحين للانضمام للمنتخب، وإن كنت هستغرب أكتر أو دهشتي هتزيد في لاعب معين في فريق النادي الأهلي لو أخطأته اختيارات كوبر. ما أعتقدش وليد سليمان بالمستوى اللي بيأدي بيه ممكن يكون بره حسابات المنتخب. ثلاثي. وليد السوليه عاشور، لا ما ينفعش يبقوا بره. عاشور كان في المعسكر الاخير والسوليه تم اختياره. اتكلم على اللي جاي، لكنه بقى اللي جاي اعتقد فعلا يحتاجوا ان هم يكونوا في دائره اهتمام المنتخب، والا ما فيش تفسير مقنع الحقيقه لو استمر ابعاد وليد سليمان. منتخب المغرب استدعى وليد ازارو، وده كان حاجه رائعه لوليد ازارو المهاجم الشاب اللي مستواه مع النادي الاهلي تطور وارتفع بشكل كبير، هداف الدوري المصري بتفوق بارز جدا. اختياره جه بعد ما تابع الجهاز الفني المغربي اداء وليد مع النادي الاهلي وتصدره لهداف الدوري المصري ب 17 هدف. اعتقد اختيار مهم جدا بيكمل به الاهلي الدوليين اللي موجودين معاه، يعني هيبقى في كاس العالم عدد لا باس به من لعيبه الاهلي. إن شاء الله وليد أزارو يكمل مع المنتخب المغربي. أيضا علي معلول
الجناح الأيسر للمنتخب التونسي، ثم جونيور أجاييه تم استدعائه أيضا، هو آخر من منتخب نيجيريا. وقال أجاييه في تصريحات ليه أنه ده مش جديد بالنسبة له، لأنه كان لاعب دولي قبل كده مع منتخب الناشئين والمنتخب الأولمبي، بس قال أن أنا أدائي مع النادي الأهلي، دور الكابتن حسام البدري معايا، شغل الجهاز الفني معايا طور كتير من أدائي. هو النادي الأهلي يقدم الآن للمغرب ونيجيريا اتنين لعيبة في حالة نضج، اكتشاف أهلاوي نضجة. لا هم مش هم كانوا دوليين بس ما كانوش بالنضوج ده. يعني انت جايلك علي معلول كان لعيب ناضج دولي. لعيب ناضج، فكرة انه لعيب ناضج انت طورت من اداء الاتنين دول قوي كنادي اهلي يعني. فاتصور الجون ده شوف بيديلك من أزار عنده ماتش، أزار عنده جول. ماتش مع المنتخب المغربي قبل كده. أزارو عنده ماتش مع المنتخب المغربي قبل كده. ايوه طبعا. بس في فكره انك انت تروح لهم بقى كلاعب ناضج وهداف. ممكن يعتمد عليه انه يبقى اساسي، هنا دي الفكره. أجاييه قال كمان انه اكتر حاجه فرحته في استدعاء منتخب بلاده ليه رد فعل الجهاز الفني بتاع الاهلي وزمايله، ودي روح الفرقه وده اجواء وشخصيه الاهلي. قال ان انا كنت سعيد جدا ان انا الاقي زمايلي والجهاز الفني كلهم فرحانين لي، وكلهم حريصين ان هم يهنوني، وكلهم عبروا عن سعادتهم بهذا الاختيار. قال انه مستواه تطور بشكل كبير جدا بفعل او بدور الجهاز الفني معاه، وقال انه كمان مشاعر الود اللي بتحيطه من قبل جماهير الاهلي في كل مكان يتواجد فيه في الشارع او في اي مكان، حاسس بالسعاده الكبيره جدا لتفاعل جماهير الاهلي معاه وعلاقه الود اللي بتربطه بيهم. وقال انه كل هذه الاجواء كفيله باذن الله ان هي تسهم في فوز الاهلي بالبطولات اللي بيشارك بيها، واكد على بالنسبه له هو شخصيا رغبته او سعادته او سعيه او حلمه بالفوز بدوري ابطال افريقيا والسفر مع الاهلي لبطوله العالم، لانه قال ان المستوى التنافسي الكبير اللي الاهلي بيلعب بيه، رغبته الدايمه وابدا للفوز، طابع الكرة الهجومية اللي بيأدي بيها، هو ده اللي ساهم في تطوير مستواه وخلاه يحظى بثقة الجهاز الفني لمنتخب النسور اللي بيعج الحقيقة بعدد وافر كبير من اللعيبة الدوليين والمحترفين بره. تتوقف أمام المحترفين الأجانب في النادي الأهلي أمام ظاهرة أعتقد إنها فضلت تفرش وصلتك لأفضل الحلول في النادي الأهلي. السمات الشخصية للعيبة الأربعة المتواجدين حاليا في النادي الأهلي، كلهم عاقلين، كلهم ناضجين، كلهم عندهم حالة سلام، كلهم ممتنين لوجودهم في النادي الأهلي. ومهلمبي صديقك ما هو تم اختياره، ومهلمبي ما أنا بقول لك الأربعة لسه مهلمبي يعني آخرهم ما اداش أمارة قوي، السنة الجاية أنا أتوقع مهلمبي هيقدم مستوى مختلف. إنما اللي أنا عايز أقوله إن الشخصيات اللعيبة دي هي بتاعت الأهلي. أيوه توصل النادي الاهلي ايه ينطر لك واحد زي كولوبالي غصب عنه ما يرتاحش في النادي الاهلي. ايه النظام الصارم ده؟ ايه الجو ده يا عم؟ انا مش بتاع كده، واخد بالك؟ رغم ان احنا كنا فرحانين بيه لكن رب ضاره نافعه، مين كان يقول انك انت هتعوضه بالسرعه دي بافضل منه 10 مرات في الشخصيه في يعني اعتقد في ان اندماج ازارو مع لعيبه الاهلي يفوق كثيرا اندماج كولوبالي. النهارده عوده مروان محسن، انت بسم الله ما شاء الله، لا فريق الاهلي كله دوليين دلوقتي. ايوه حسام عاشور بقى مسمار الوسط، اشتكى من الام في شديده في كتفه، كان اصيب بيها او خد الكدمه في المباراه الاخيره امام منانا الجابوني، زادت المباراه بكره الجهاز الطبي بيفحصه وبيعمل له اشعه عشان يتاكد درجة الإصابة إيه بالظبط، وهل كان هل ممكن تعوقه عن المشاركة في مباراة إنبي يوم الأحد ولا لا. مروان محسن اللي المهندس عادل سعيد بعودته اللي الحقيقة راجع يعبر عن قدراته بعد غيبة طويلة جدا، مروان سنة كاملة في الإصابة والعلاج وجراحة الرباط الصليبي ثم التأهيل منها والسفر عدة مرات لألمانيا، ظهر مروان بمستوى جيد أمام منانا وسجل، و كان سعيد جدا بالهدف زي ما هو قال، وقال انه بيجتهد دايما وابدا مع زمايله لاثبات انه جدير بالمشاركه مع فريق بحجم وقيمه النادي الاهلي، وقال انه احتفاله
بعد الهدف اللي سجله مع ازارو ومع اجاييه، قال انه ده احتفال بيعبر عن روح الجماعه اللي بتسود الفريق. الجون اللي جابه لو شفناه هنشوفه على طريقه عماد متعب بالظبط. ايوه، انك واخد القرار هياخدها هيستتر ورا الفيرول في البعيد ويروح لعبها في البعيده بليسنج، بس مش ضعيفه فيها اتقان. فهو ده يعني ده الفيرود اللي عنده قرار ورؤيه وبص الاول وشاف. خد بالك من البصه اللي بصها، خد بالك من البصه اللي بصها، بصه القرار اهي اهي كده، خد القرار، خد قرار هعمل ايه. هروح لامم الجون، هيتخيل بالراجل اللي بيجري قدامه، هلعبها له بقى وهو ايه ما لحقش يرتد بصره الى المكان. دي اجوان عماد متعب. بمناسبه الاصابات، رامي ربيعه المدافع الدولي اللي بيعالج في المانيا بيواصل تدريباته التاهيليه والعلاجيه هناك، خضع لفحص طبي جديد النهارده، واللي على اساسه الدكتور هيحدد موعد عودته للقاهره لتنفيذ برنامج تاهيلي هنا. رامي شغال كويس في الناحيه العلاجيه، انتوا عارفين انه كان سافر لالمانيا بيعاني من قطع في العضله الضامه وبياخد حقن بالبلازما. نتمنى ان شاء الله، لانه رامي لاعب مهم جدا، نتمنى له سرعه الشفاء. مؤكد انا المره دي بقى مهما غاب عني والمنتخب محتاجه. طبعا ياخد وقته لانه هو من اللعيبه اللي يوم ما بيتواجد بسرعه طبعا بيرجع، ولعيب له تقله يعني. صحيح صحيح. الجهاز الطبي بقى، لانه واضح ان احنا في شأن طبي، ومنح اللعيبه النهارده كل اللعيبه المرشحين للسفر الى الجابون التطعيمات الخاصه بهذه الرحله. لا يسافر يوم 14 مارس، يلعب يوم 17 ويرجع في اليوم التالي مباشره. ده اخبار اللعيبه سواء الجاهز منهم او من يخضع للتاهيل او حتى المصابين. لكن نتائج الناشئين، ونتائج الناشئين مهمه جدا في انها تدي مؤشر الدنيا ماشيه ازاي. انا عارف ان في خطه كبيره جدا في النادي الاهلي، وخطه طموح حريص عليها الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنه الكره على تطوير قطاع الناشئين في الفتره اللي جايه، واحداث طفره كبيره جدا تخلي الاهلي يعتمد بنسبه كبيره جدا على ابنائه. وان كان بالمناسبه حتى اللي بيتردد انه الاهلي بيشتري من بره و ربما يكون الاهلي من اكثر ان لم يكن اكثر انديه الدوري اعتمادا على ابنائه. لو كان في وقت واحصينا عدد اللعيبه اللي هم اولاد النادي الاهلي واولاد قطاع الناشئين فيه، هتلاقوا الاهلي الاكثر اعتمادا على ابنائه. في قطاع الناشئين فريق 99 كسب الرجاء 4-1 في المباراه اللي اتلعبت النهارده في مدينه نصر في ملاعب النادي، وتصدر بيها الاهلي، او دي كانت ضمن منافسات الاسبوع ال 27 في بطوله الجمهوريه. الاهلي كان اتعادل في اخر جولتين في هذه البطوله مع وادي دجله وسموحه. هذا الفريق مواليد 97 بيقوده الكابتن امين عرابي، ومعاه الكابتن اسامه زكي المدرب، والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، والكابتن خالد الجرجاوي الاداري. ده فريق 99. اصغر منه على طول بقى فريق 2002 مواليد 2002، فاز على المقاولين 4-0. والمقاولين فريق كويس في قطاعات النشين طبعا، بيقوده الكابتن علاء نبيل كمدير للقطاع، عنده تجربه قويه دايما. المباراه كانت في ملاعب النادي في مدينه نصر ضمن الجوله التاسعه في دور القطاعات. الاهلي حقق الفوز في الجوله الماضيه على فريق البنك الاهلي 2-0، سجلهم احمد عربي وجلال فارس. فريق 2002 كده انهى الدور الاول من بطوله منطقه القاهره، وهو يتصدر هذه المسابقه ب 22 نقطه لينتقل إلى دور القطاعات. بيقود الفريق الكابتن تامر حفني، ومعاه الكابتن أشرف طلبة مدرب حراس المرمى، والإداري سعيد فتحي. الفترة الجاية بقى الأهلي والزمالك 3 مرات، ده مباريات القمة على مستوى الناشئين والشباب. مواليد 97 أهلي وزمالك هيلعبوا يوم 14 مارس، ودي مرحلة مهمة جدا. 97 دي اللي ورا الفريق الأول. المباراة هتكون في استاد الجيش في السويس ضمن الاسبوع 26 لبطولة الجمهورية. يبقى يوم 14 مارس الاهلي والزمالك مواليد 97. تاني يوم على طول 15 مارس الاهلي والزمالك مواليد 2002. دي هتبقى ايضا في استاد الجيش بالسويس.
دي هتبقى في الاسبوع العاشر لدوري القطاعات. اليوم الثالث على طول 16 مارس يعني 14 15 16 ثلاث مباريات قمه. يوم 16 الاهلي مواليد 2001 هيلاعب الزمالك ايضا في استاد السويس، وده هيكون في الاسبوع ال 25. المباريات الثلاثه على استاد السويس. 14 15 مارس ثلاث قمم للشباب بالسويس. ده له معنى كويس. ان الفرق الثلاثه دي محتمل يكون فيها لعيبه مشتركه. واخد بالك؟ مصعدين لل فممكن يكون ده لصالح الانديه بدل ما تسافر وترجع وتجيب بس الناشئ هيقدر يلعب يوم وتاني يوم؟ الناشئ يلعب ثلاث ماتشات في اليوم، لو سبت له الكوره مش هيبطل، ما هو مش هيلعب ال 11 لعيبه اللي متصعد منهم. افرض انك مصعد واحد من 2001 ل 97. ده لو خد له نص ساعه يبقى كتر خير الدنيا. بمناسبه الناشئين، الحارس الصاعد عمر عادل عبد المنعم، وده اخو احمد عادل عبد المنعم حارس الاهلي الكبير اللي انتقل للمقصه، وابن الكابتن عادل عبد المنعم عليه رحمه الله حارس الاهلي والمصري البورسعيدي في السبعينات والثمانينات. عمر حارس صاعد مواليد 2002، انهى فتره معايشه كان سافرها لاسبانيا لقضى بعض الوقت مع ديبورتيفو، وبينتظم في الوقت الفتره الحاليه في تدريبات فريق الاهلي 2002 من العناصر المبشره اللي حراس المرمى او مدربي حراس المرمى في النادي شايفين انه ممكن يبقى لهم مستقبل جيد ان شاء الله. هو فتره المعايشه من 15 ل 25 مارس باذن الله 10 ايام، يعني هيستفيد او هيشوفوه مجرد خبره. برضه في قطاع النشاط الرياضي بقى، رجاله الاهلي للكره الطايره اللي بيتاهبوا للمشاركه في بطوله افريقيا للرجال اللي هتعقد او هتقام بعد بطوله الانسات على طول. فريق الرجال بيختتم النهارده استعداداته للقاء سموحه اللي هيتلعب بكره الجمعه ان شاء الله في اطار الدوري. الفريق دخل معسكر تحت قياده مديره الفني الكابتن محمد مصلحي، وبيسعى للفوز بهذه المباراه لحسم بطوله الدوري بشكل رسمي علشان يركز بشكل كبير في الاستعداد للبطوله الافريقيه ان شاء الله. ده ما يخص الاهلي سواء على الفريق الاول واستعداداته، او ما يخص قطاع الناشئين او حتى قطاع النشاط الرياضي المشغول في الفتره الحاليه بالكرة الطائرة أنسات حاليا. إن شاء الله بعد الافتتاح الكبير اللي اتعمل وبعد هذه البداية الجيدة للأنسات يواصل فريق الأنسات تحت قيادة الكابتن حمد الصافي مساعيه القوية جدا للفوز بالبطولة، ثم يبدأ الكابتن محمد مصلحي في قيادة فريق الرجال في نفس التحدي الكبير أيضا. طيب كل ده يخص الأهلي. دي بعض اللقطات كابتن حمد الصافي مع لاعبات الأهلي من مباراة اليوم اللي انتهت بفوز الاهلي 3-0، واعتقد حضراتكم استمتعتوا بيها وكانت السبب في ان احنا نشوفكم الساعة 10 ما نشوفكوش الساعة 9. الاهلي يكسب واحنا تحت امره. لكن نتائج الناشئين ونتائج الناشئين مهمة جدا في انها تدي مؤشر الدنيا ماشية ازاي. انا عارف ان في خطة كبيرة جدا في النادي الاهلي وخطة طموح حريص عليها الكابتن عبد العزيز عبد الشافي المدير الرياضي وعضو لجنه الكوره على تطوير قطاع الناشئين في الفتره اللي جايه، واحداث طفره كبيره جدا تخلي الاهلي يعتمد بنسبه كبيره جدا على ابنائه. وان كان بالمناسبه حتى اللي بيتردد انه الاهلي بيشتري من بره و ربما يكون الاهلي من اكثر ان لم يكن اكثر انديه الدوري اعتمادا على ابنائه. لو كان في وقت واحصينا عدد اللعيبه اللي هم اولاد النادي الاهلي وولاد قطاع الناشئين فيه هتلاقوا الاهلي الاكثر اعتمادا على ابنائه. في قطاع الناشئين فريق 99 كسب الرجاء 4-1 في المباراه اللي اتلعبت النهارده في مدينه نصر في ملاعب النادي، وتصدر بيها الاهلي، او دي كانت ضمن منافسات الاسبوع ال 27 في بطوله الجمهوريه. الاهلي كان اتعادل في اخر جولتين في هذه البطوله مع وادي دجله وسموحه. هذا الفريق مواليد 97 بيقوده الكابتن امين عرابي، ومعاه الكابتن اسامه زكي المدرب، والكابتن احمد ابراهيم مدرب حراس المرمى، والكابتن خالد الجرجاوي الاداري. ده فريق 99. اصغر منه على طول بقى فريق 2002 مواليد 2002، فاز على المقاولين 4-0، والمقاولين فريق كويس في قطاعات النشين طبعا، بيقوده الكابتن علاء نبيل كمدير للقطاع، عنده تجربه قويه دايما. المباراه كانت في ملاعب النادي في مدينه نصر ضمن الجولة التاسعة في دور القطاعات. الأهلي
حقق الفوز في الجولة الماضية على فريق البنك الأهلي 2-0، سجلهم أحمد عربي وجلال فارس. فريق 2002 كده أنهى الدور الأول من بطولة منطقة القاهرة وهو يتصدر هذه المسابقة ب 22 نقطة لينتقل إلى دور القطاعات. بيقود الفريق الكابتن تامر حفني ومعاه الكابتن أشرف طلبة مدرب حراس المرمى والإداري سعيد فتحي. الفترة الجاية بقى الأهلي والزمالك 3 مرات، ده مباريات القمة على مستوى الناشئين والشباب. مواليد 97، أهلي وزمالك هيلعبوا يوم 14 مارس، ودي مرحلة مهمة جدا. 97 دي اللي ورا الفريق الأول. المباراة هتكون في استاد الجيش في السويس ضمن الأسبوع 26 لبطولة الجمهورية، يبقى يوم 14 مارس الأهلي والزمالك مواليد 97. تاني يوم على طول 15 مارس الأهلي والزمالك مواليد 2002، دي هتبقى أيضا في استاد الجيش بالسويس، دي هتبقى في الأسبوع العاشر لدور القطاعات. اليوم الثالث على طول 16 مارس، يعني 14 15 16، ثلاث مباريات قمة. يوم 16 الأهلي مواليد 2001 هيلاعب الزمالك أيضا في استاد السويس، وده هيكون في الأسبوع ال 25. المباريات الثلاثة على استاد السويس. 14 15 مارس ثلاث قمم للشباب بالسويس. ده له معنى كويس. إن الفرق الثلاثة دي محتمل يكون فيها لعيبة مشتركة. واخد بالك؟ مصعدين لل فممكن يكون ده لصالح الأندية بدل ما تسافر وترجع وتجيب بس الناشئ هيقدر يلعب يوم وتاني يوم؟ الناشئ يلعب 3 ماتشات في اليوم، لو سبت له الكوره مش هيبطل، ما هو مش هيلعب ال 11 لعيبه اللي متصعد منهم. افرض انك مصعد واحد من 2001 ل 97، ده لو خد له نص ساعه يبقى كتر خير الدنيا. بمناسبه الناشئين، الحارس الصاعد عمر عادل عبد المنعم، وده اخو احمد عادل عبد المنعم حارس الاهلي الكبير اللي انتقل للمقصه، وابن الكابتن عادل عبد المنعم عليه رحمه الله حارس الاهلي والمصري البورسعيدي في السبعينات والثمانينات. عمر حارس صاعد مواليد 2002، انهى فتره معايشه كان سافرها لاسبانيا لقضى بعض الوقت مع ديبورتيفو، وبينتظم في الوقت الفتره الحاليه في تدريبات فريق الاهلي 2002 من العناصر المبشره اللي حراس المرمى او مدربي حراس المرمى في النادي شايفين انه ممكن يبقى لهم مستقبل جيد ان شاء الله. فترة المعايشة من 15 ل 25 مارس بإذن الله 10 أيام، يعني هيستفيد أو هيشوفوه مجرد خبرة. برضه في قطاع النشاط الرياضي بقى، رجالة الأهلي للكرة الطائرة اللي بيتأهبوا للمشاركة في بطولة أفريقيا للرجال اللي هتعقد أو هتقام بعد بطولة الأنسات على طول. فريق الرجال بيختتم النهاردة استعداداته للقاء سموحة اللي هيتلعب بكرة الجمعة إن شاء الله في إطار الدوري. الفريق دخل معسكر تحت قيادة مديره الفني الكابتن محمد مصلحي، وبيسعى للفوز بهذه المباراة لحسم بطولة الدوري بشكل رسمي علشان يركز بشكل كبير في الاستعداد للبطولة الأفريقية إن شاء الله. ده ما يخص الأهلي سواء على الفريق الأول واستعداداته، أو ما يخص قطاع الناشئين أو حتى قطاع النشاط الرياضي المشغول في الفترة الحالية بالكرة الطائرة أنسات حاليا. إن شاء الله بعد الافتتاح الكبير اللي اتعمل وبعد هذه البداية الجيدة للأنسات، يواصل فريق الأنسات تحت قيادة الكابتن حمد الصافي مساعيه القوية جدا للفوز بالبطولة، ثم يبدأ الكابتن محمد مصلحي في قيادة فريق الرجال في نفس التحدي الكبير أيضا. طيب، كل ده يخص الأهلي. دي بعض اللقطات كابتن حمد الصافي مع لاعبات الأهلي من مباراة اليوم اللي انتهت بفوز الأهلي 3-0، واعتقد حضراتكم استمتعتوا بيها وكانت السبب في ان احنا نشوفكم الساعة 10 ما نشوفكوش الساعة 9. الأهلي يكسب واحنا تحت أمره. أنت تعب الناس ليه كده قوي؟ أنا؟ آه. أنا طول ما بالصبح بالليل الحق فلان قال، الحق فلان أعاد، الحق مش عارف إيه. أنا عايز أقول للناس اللي بتبلغني الكلام ده بهنا، انتوا بتبلغوني ليه؟ عشان اهتم ولا ما اهتمش؟ انا رايي اذا كان الحاجه شخصيه انا مش عايز اهتم. ايوه بصراحه، يعني لان هم عايزين يشغلوك وانت عايز تشتغل. يعني هو عايز يعطلك انك تفضل تفكر فيه وترد عليه، وانا مش عايز كده. لانك لو رديت على الناس دي خلاص انت بقيت زيهم. طب انا بنتقد تصرفاتهم، وزي قبل كده قلت لو واحد شتمك
في الشارع ما تجريش وراه. ايوه. وما تردش عليه. امشي كده باصص لقدام لحد الناس ما تقول له عيب يا ولد. واخد بالك؟ حلو. فأنا مش عايز حد يبلغني مين شتمني ومين ما شتمنيش على المستوى الشخصي، لكن اللي يجي ناحية الأهلي لا. هناك موقف آخر راح أشوف وش تاني. في حاجة عندك حد شتمني ولا إيه؟ طيب. نادي الزمالك الشقيق الحياة بيمر بظروف كلكم تابعينها، واصلة لدرجات التحيات والنيابة ومشاكل لا مجال لنا فيها وما بنتعرض لهاش، وبنتمنى للزمالك والإسماعيلي وللاتحاد وكل الأندية الشعبية الحقيقة إن هي تنهض وتقوم بدورها كويس جدا في خدمة الرياضة المصرية، لأنه في النهاية إحنا مؤمنين إنه مفيش طائر هيطير بجناح واحد، حتى وإن كان طائر هو النسر الأحمر العملاق. مؤكد إنه محتاج حد على الأقل يستفزه في الحركة شوية، ينافسه يناوشه، لكن هيكون الأهلي لوحده مش هيكون بعافيته وبقوته. عشان كده احترامنا لكل الأندية الشقيقة هو احترام قائم على قناعة حقيقية بالمصلحة العامة. فين المصلحة العامة لهذا الوطن؟ انه كل هذه الكيانات الرياضية القوية تكون في عافيتها وبحالتها الكويسة. على الأقل الأهلي لما يكسب الزمالك وهو واقف على رجليه هيكون فوز يسعد جمهور الأهلي بجد، هيكون فوز فيه معنى الجدارة والاستحقاق. ما يسعدش الأهلي أبدا انه يكسب فريق واقع أو ساقط أو ما هوش في قوته. عشان كده ما احناش مشغولين ابدا بالحديث عن شأن الزمالك وعما يمر عليه. انت جبت سيرتي وبناء عليه، وانت مقدمه جميله قوي. وبناء عليه اندهشت زي ما اندهش فريق الاعداد جدا، وهو بيقولوا لي المستشار احمد جلال ابراهيم تاني، وهو راجل مهذب، المستشار احمد جلال ابراهيم وده نائب رئيس نادي الزمالك، وربما كان هو المسؤول او التحقيقات اللي جاريه حاليا بشان توقيعاته على اذونات الصرف واموال الزمالك وغيره وغيره هو المعني بها في المقام الاول، يعني هو حد في الفتره الحاليه ربنا يكون معاه، لكن سايب كل الامور وبيتكلم على غلطه المهندس عدلي القيعي او تحميله المسؤوليه في عدم التجديد لاحمد فتحي وعبد الله السعيد. طب ليه يا عم المستشار؟ ما اعرفش. نسمعه. بس فعلا مفيش دخول لنادي الزمالك في مفاوضات مع عبد الله السعيد؟ لا مفيش. عبد الله واحمد فتحي؟ لا مفيش. يعني فكره الصور اللي على المواقع وقطعوا راس محمد عنتر وركبوا عليها راس عبد الله السعيد وقال لك اهو عبد الله السعيد جنب المستشار وادي الفلوس وادي الحاجه والكلام. السوشيال ميديا عامل عمايل جامده جدا في المواضيع دي. بس انا صعب. انا برضو انا باكد على كلمه ليك النهارده. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي النهارده بيلعب باسم مصر. صح. تمام. فما ينفعش الاثنين لعيبه برضو عملوا شغل مع ناديهم وقضوا في ناديهم وعملوا جزء كبير من الانجازات يرجع لعبد الله واحمد فتحي وهما اصحاب خلق في المقام الاول. ان هو ممكن يحصل هجوم عليهم من الجماهير. والله انا هتبقى بالنسبه لهم كسره وصعب قوي. والله انا بشكرك يعني. يعني انا بقول انا بتكلم كواحد رياضي، انا مش بتكلم كواحد في نادي الزمالك بتكلم على لا لا. موضوع ان الجماهير حتى لو في ناس عايزه تمشي او بيفاوضوا في حقهم في التجديد، ان انا اكون محل هجوم، ده جماهير الاهلي وجماهير الزمالك طول عمرها بتقف مع لعيبتها. ووجهه نظرك كده سريعا في القصه دي، لو انت عندك لعيب يعني انت عارض عليه مثلا 10 مليون وهو جاي له 30 مليون وعايز يمضي سنتين ب 60 مليون والرقم كبير قوي وفي نفس الوقت هو قيمه كبيره، يعني اشرح لي كده وجهه نظرك. عايز تعرف في قصه عبد الله، عايز تعرف مشكله في عبد الله واحمد فتحي. مين اللي بيتفاوض؟ مين اللي بيتفاوض؟ في لعيبه يا كابتن وليد ممكن يبقى طالبه مبالغ، بس لما تقعد معاها وتاخد معاها وتدي وتحس ان انت مقدرها ممكن ترجع معاك في المبالغ. لكن اعتقد في فجوه موجوده دلوقتي في اسلوب التفاوض والحوار في النادي الاهلي ما بين المهندس عدلي القيعي وما بين اللعيبه، في حاجه حاجز بينهم. فحتى انا سامع ان في بعض البرامج التحليليه ان بيقول المهندس عدلي قال انا ماليش دعوه خلاص بالملف ده. فالموضوع ده جديد، موضوع ان المهندس عدلي يقول انا برضه لان طلبات اللعيبه، يعني برضه انت عندك مثلا كنت قاعد مع احمد الشناوي النهارده، احمد الشناوي انت استقريت مثلا على 10 مليون، طبعا الارقام دي الله يكون في عون اللي بيسمعونا طبعا.
لا انا عايز اسمع رايك عشان عندي كلام اقول يعني ولا يعني انا عايز اقول ثلاث نقاط هنا. مستشار احمد جلال زعلان الراجل وصعبان عليه انه بعض الجماهير تبقى زعلانه او غضبانه من احمد فتحي وعبد الله السعيد، دي مشاعر ما اقدرش احاسبه عليها حتى وان كان نقدر نحطها بين قوسين. ما علينا، هو الراجل بيقول مين اللي بيتفاوض، وقال المهندس عدلي القيعي، وقال ان هو في حاجز بينهم بين المهندس عدلي واللعيبه. وده انا عايز اعرف هو المهندس عدلي بيتفاوض ولا ما بيتفاوضش، لانه شفت برنامج من البرامج برضو كل الزملاء بيجتهدوا وبيأكدوا انه اللعيبه احمد فتحي وعبد الله السعيد طلبوا انه المهندس عدلي ما يتفاوضش معانا عشان احنا زعلانين منه علشان ضغط عليهم في الفتره اللي فاتت وانتقدهم. طب ما انا عايز اركب ده مع كلام احمد جلال ابراهيم مش جايه. احمد جلال ابراهيم رايه انه في حاجز وانه سبب اعاقه المفاوضات الحاجز اللي بين المهندس عدلي وعبد الله واحمد. ثم لا دول طلبوا ان هو ما يتفاوضش معاهم. ليه؟ علشان ضغط عليهم. طب هي هو الملف من الاول مع مين؟ ثم الكلام المستشار احمد جلال لا اصل المهندس عدلي قال ملياش دعوه بالملف ده ودي جديده على النادي الاهلي. بس كلام احمد جلال ابراهيم المستشار احمد جلال انه مين اللي بيتفاوض؟ لا يا سياده المستشار، مش عشان المهندس عدلي قاعد بس تقدر تسال الوالد العزيز سياده المستشار جلال ابراهيم عن صفقات عدلي القيعي مع الزمالك. يسال روحه ويسال قلبه. لا يمكن احمد ليه؟ يمكن احمد لا ده حصلته ما خدش مشوار معاك. نعم حصلته والله. اه لكن يا ريت حتى لما مش مفيش مشكله انه نائب رئيس نادي الزمالك يهتم بالشان الاهلاوي اهلا بيه، بس يكون بناء على معلومه حتى وان كان الموقف هيبقى غريب، لكن يبقى بناء على المعلومه لانه الراجل شايف انه في حاجز فمزعله وجود هذا الحاجز. لا هو حرصه على النادي الاهلي انا اشكره عليه. اه ونصيحته للنادي الاهلي اللي ما لهاش وش عدل القاعده لازمته ايه ما تخلصوا منه لمصلحه النادي الاهلي. ايوه اللي هو خايف عليه، اللي هو عشان راجل بيحب النادي الاهلي انت رايح قلقان عليه قوي، قلقان عليه قوي من عدل القيعي. حط ده جنب حاجات كتير. ها كبرت يا عدلي. ايوه وتاني شوف واللغه قديمه. بص واخد بالك انا شيء هيجرني لشيء، بس هرد على احمد جلال ابراهيم. اولا هذا ليس شانك وش كده. انا ماليش دعوه مين اللي بيتفاوض مع لعيبه الزمالك، اطلع اقول لهم اصل في ناس بتتكلم معاهم كلام ما يصحش. دي نقطه. النقطه بقى من حيث الناحيه الموضوعيه وهو رجل يعني في القضاء طبعا، يعني كيف لك ان تطلق الاحكام والقضيه مش قدامك بتفاصيلها. يا حضره القاضي انا بردك بردك وان كنت سعيد ان انت اللي تشرف على قضيتي لان والله انا بقى مطمن عليها قوي، واخد بالك؟ انا بردك ليه؟ لانك لا يمكن تكون حريص على مصلحه النادي الاهلي. انا بردك ليه؟ لانك لا تعلم شيء عن النادي الاهلي. انا بردك ليه؟ لانك عندك من الاسباب وانت لا تعلم ولا تحب النادي الاهلي ان تتصدى في هذا الشان. زي واحد بيقول له اسمك ايه؟ قال لهم 45 سنه. انت راجل عندك مشكله يا عم احمد، بدل ما تتكلم في مشكلتك اللي انا مش راضي اتكلم فيها احتراما للامر الشخصي بتاع نادي الزمالك، خصوصيه نادي الزمالك ده كيان هو يتكلم عن نفسه بالظبط. وانا هيسعدني ايه ان الاستاذ احمد جلال يطلع غلطان ولا صح؟ لا يسعدني ولا يحزنني، لا والله يحزنني، لان دايما انظر لناس اللي في ليها قدر من الاحترام طول عمرها، لكن لما انا بس مقدر الضغط اللي هو فيه. هذا زي ليست طبيعه احمد جلال ابراهيم صحيح، او المستشار، انا مش عايز اقول مستشار بتاع مادة ليه؟ عشان ما احطش صفه القاضي عليه فيصبح رده واجب لانه تحدث فيما لا يعنيه. فاصبح دلوقتي ان هو بيتكلم بيقول له يعني انت اتكلم في زي ما طالع تلف على الفضائيات وده حقك تدافع عن الزمالك وعن سلامه الموقف
سلامة موقفك وسلامة موقف النادي اللي كلنا نتمنى أن يكون بإذن الله يعني سحابة نتعلم منها بعض الأمور الإدارية، لأن هنفترض حسن النية طبعا، كل القائمين على شأن الزمالك عايزين مصلحته وهم أدرى بيه، أسوها بطريقتهم هم حرين. إنما أنك أنت تفرغ نفسك أو أنتوا تفرغوا نفسكم، عدلي 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 أنا أشكركم، أشكركم ليه؟ أشكرهم ليه؟ هو أنا للدرجة دي؟ أنا ما كنتش واخد بالي، هو أنا للدرجة دي الفترة اللي فاتت دي كلها كنت مضايقهم؟ أنا كنت بشتغل شغلي، مش في ذهني أضايق حد، أنا بعتذر لهم لو وجودي بيسبب لهم ضيق، بعتذر لهم، أنا بشتغل شغلي مع النادي الأهلي، ماليش دعوة بيهم، لكن الحقوا بقى ده اصله كبر، الحقوا بقى ده موضه قديمه، اصل اللعيبه مش عايزه تقعد معاه، اللعيبه اللي مش عايزه تقعد معايا دي، انا رحت واحد انجلترا وكلت في بيته وبقابله بمنتهى الود، والتاني انا يعني كان لي دور في ان ياتي الى النادي الاهلي، ولكن ليه مش عايزين يقعدوا معايا؟ هو انا عادل القيعي يعني لو لم اتحدث معهم بشكل لائق قبل كده ها كانوا جم؟ طب ايه اللي هيغيرني؟ هو انا بجيب مثلا العرض بتاعي منين؟ ما هو من اداره الكوره. طيب. لكن اداره الكوره ولها الحق هذه المره. انا كنت المتحدث الاعلامي، ماليش دعوه بالانتقالات. بعد شهر من المجلس قالوا لي لا احنا هنحتاجك في الحته دي، وكنا على فتره الانتقالات الشتويه وكان في زخم في كذا ملف مفتوحين، كان لازم فلان يتحرك هنا فلان يتحرك هنا، وتحركنا جميعا ونجحنا نجاح مبهر في الانتقالات الشتويه. ثم اننا مكلفون بتنفيذ استراتيجيه جديده للنادي الاهلي في بناء فرق النادي الاهلي، تسير حتى الامس في هذا الاتجاه، فانا موجود في هذا الشأن. ولكن احنا بقالنا سنتين اللي بيتكلم في التجديد للعيبه، التجديد للعيبه مش اللعيبه الجديده اللي بتيجي، هو الجهاز الاداري بتاع كره القدم. فمن الطبيعي ان مدير الكوره يتواصل في هذا الامر، لان من الطبيعي زي ما راحوا له اربعه من السته ادوا له العقود وقالوا له احنا مضينا لك، من الطبيعي انه يكمل في ملف الاثنين التانيين. انا ما اعرفش مثلا ملابسات الثلاث اشهر اللي فاتوا ايه؟ يعني كان في كلام ان هم يمضوا وبعدين يطلعوا عاره ويرجعوا يكملوا. لماذا رفض؟ لماذا قبل؟ هذا الملف ما كانش عندي. ومش عندي وانا مش ملح ان يبقى عندي. ومش شايف انها تنتقص من عملي. بالعكس ده صميم عمل الجهاز الفني والاداري في اتنين كبار في مفهوم استراتيجي في الامر، في سياسه هنا. لما تيجي من رئيس النادي يشرف عليها بنفسه، لان ده موضوع مش انا مش بجيب لك لعيب، ده لعيب عندك انت ادرى به. عندما كان يطلب مني ان اتدخل كنت بتدخل، ومن اول يوم من شهرين قلت يتولى الكابتن سيد عبد الحفيظ هذا الملف بنجاح، مش الملف بتاع الاثنين دول، الملف بتاع كل التجديدات. واذا طلب اي شيء مني وانا مش شايف انه هيطلب مني شيء، لانه في الاخر الكابتن سيد هو الخلاف هيبقى في ايه؟ نقعد ولا ما نقعدش؟ طب هو ايه اللي هيخليني اقول ان انا ما اقعدش في النادي الاهلي وانا لعيب مهم؟ ان يجي لي عرض كبير قوي لا يمكن تداركه، لان الفوارق لو قليله الموضوع بيتحل بسهوله. انت تقرب خطوه انا اقرب خطوه، اروح اجيب لك اعلانات اعمل لك مش عارف ايه، كنا بنحل الامور. واضح ان هذا الموقف موقف مش طبيعي لان في ارقام. طب نيجي بقى لعدل القيع وما قالوا في وسائل الاعلام واللي هم بيحطوا الملح على الجرح، واصل عدل القيع هاجمهم. احنا لم يحدث هاجمنا حد. انا كل اللي قلته معاك وانا فاكره كويس وانت ايدتني فيه وزدت عليه. حتى انت قلت اللفظ اللي لخص الليله كلها. يبقى يا بحب ويمضي باحترام. بالظبط. هو ده اللي بيننا وبينهم وبين بعض. وانا قلت دول ما بيعملوش حاجه غلط، حتى في المداخله اللي عملتها مع الاستاذ مدحت شلبي وكابتن علي ماهر كان كلامي كده، كان مضمون الكلام. هو احنا في عصر اللي عايز حاجه يطلبها ولا في اقتصاديات لنادي؟ كان ده كلامي مش على اللعيبه بقى، بتكلم في المطلق. ايوه. انما اللعيبه قلت ليهم احترامهم عندنا،
عايزينه بشده، عايزينه كررتها ثلاث مرات، هنبقى اكثر ناس سعاده لو بقيه، لان هم في نسيج النسيج الفني خلاص الفريق مستقر على التوليفه دي، حافظوا ادوار البطوله فيها. اثنين بس في الاخر خلافي وما زلت امس واليوم وغدا ان لا يمكن نادي يتقال انك سحبت منه حد هيقع. وديت المثل، وانا بدي المثل هذا مثل تكريمي، انا ما ضربتش مثل بحد، ده انا قلت له نيمار كان البرشلونه ما كانش في عزه اتخذ منه نيمار، جاب عثمان ديمبلي اتعور، كوتينو ما راح لهمش الا من شهرين، ورغم كده برشلونه لانه التيم والسيستم قدر يستوعب المشكله ويعالجها. في هذا انا كنت بطمئن جماهير الاهلي عشان ما تحصل لهمش صدمه، وعشان برضه ادي العذر للعيب بقره تاثيره زيه زي نيمار، اظن ده منتهى التكريم يعني. انما ما تخصش من بالعكس، انا قلت هما الاثنين بيتنافسوا على لقب افضل لاعب في مصر، في مصر وفي افريقيا. هما الاثنين بيتنافسوا على اللقب ده، كابتن احمد فتحي وكابتن، وقلت في الاخر مش من حق حد ان يلومهم، مش من حق حد يزعل منهم، وقلت كده انا مش زعلان، ده انا كررتها ثلاث مرات، يا جماعه هزعل منهم ليه؟ انا اضع نفسي وانت تضع نفسك مكانهم، احنا مش عارفين ايه اللي معروض عليهم. لكن بقول ايه؟ هذا الموضوع ما يسيبش شرخ. يعني ما يبقاش على حساب الفرقه. وما زلت انا مقتنع بهذا. انه ان بقي او رحل ما يبقاش على حساب الفرقه. بالظبط. ومش هتحل الا كده، خد مني. يعني لان ومصلحتهم ومصلحه اي حد، هل ده ضدهم؟ ده معاهم في 100%. اذا مشوا بقول للناس زعلانين منهم ليه؟ الناس دي اخلصت حتى اخر يوم. بالظبط. لحد الماتش اللي فات عبد الله سعيد منتهى الاخلاص والتركيز وبيتالق. وبيجيب جول ايه؟ طب ايه في ايه؟ عايزين منه ايه؟ هيمشي؟ هنقول له ربنا يوفقك في الحته، هيقعد يا عبد الله بالحضن ده انت ريحتنا وكنا شايلين الهم. كابتن احمد فتحي نفس القصه، دي لعيبه كبيره ادت لنا، لا هربت مننا ولا ادعت الاصابه ولا عملت حاجه، هنزعل منهم ليه؟ بالظبط. ما زلت انا اللي زعلان منهم، زعلان بمناسبتهم مش منهم، من الناس اللي هجمتهم. طيب الناس اللي هجمتهم الحقيقه بمناسبه برضو اهتمام بعض الزملكاويه بقضيه التجديد لاحمد فتحي وعبد الله السعيد وموقف الاهلي منه، شفنا راي نائب رئيس نادي الزمالك المستشار احمد جلال ابراهيم، وسمعنا اعتقد في اكثر من مره الايام اللي فاتت. هو انا ممكن اعتذر مرتضى منصور في اكثر من حاجه برضه بيتكلم، ممكن اعتذر للمستشار احمد جلال ابراهيم ووسطه عشان ما يمشونيش في النادي الاهلي. ده هو خايف عليك قوي. يعني يعمل حاجه معايا، انا صاحبك برضه يعني. طيب خد دي بقى، خد الكبيره. احمد حسام ميدو في تغريدتين له مشغول بجزئيه عبد الله السعيد وفتحي، وقال ميدو في التغريده الاولى انه اداره الاهلي اخطاها قليلا، ولكن كان يجب حمايه اللاعبين بشكل افضل طالما انكم فعلا بتقدروهم مهما كان القرار. وقال الاهلي زعلان من الجمهور انه هاجم عبد الله وفتحي، ومش زعلان من حملة الابتزاز العلنية اللي اتعملت على اللعيبة اللي كانت السبب الرئيسي في رد فعل الجمهور ضد عبد الله وفتحي. لا والله لا في ابتزاز نزعل. الجمهور عمره ما كان هيعمل كده لوحده. بص ده كلام ميدو. أولا ميدو يعني قال حاجات ما فيهاش يعني إساءة لحد. بس هو ما قالناش إزاي؟ أحمي اللعيبة إزاي؟ إن إحنا ناشدنا هنا. ما حدش يسيء ليهم، قابلوهم احسن استقبال، اللعبة دي اخلصت، فين الابتزاز؟ اذا كان في حد تاني ابتز انا ما اعرفش، وانا اضم ايدي في ايده لو كان في حد حرض الجماهير عليهم وانضم اليه. شوفوا انا علشان مفهوم او كلمه الابتزاز اتكررت كتير في القضيه دي بالذات اليومين اللي فاتوا، هو انتوا ليه مش واخدين بالكم ان المطلوب ان الناس دي تلعب في النادي الاهلي؟ ما اعتقدش الاهلي محتاج يبتز حد ايا كان هو الحد،
عبد الله السعيد واحمد فتحي الاثنين احسن لعيبه في مصر، واحد رقم واحد والتاني رقم واحد مكرر، بس برضه ده النادي الاهلي. ولا تبخسوا الناس اشياءهم. ما اعتقدش ابدا ان في حد لاعب كوره ايا كان هو مين الاهلي محتاج يبتزه عشان يقعد في النادي الاهلي مهما كان هو مين. انا بقول لكم الاثنين احسن لعيبه، مفيش اي لاعب هيزعل انك تقول كده طبعا. والاهلي ما بقاش اهلي بهذه القيمه، وهذا الفريق ما بقاش بهذه القوه اللي بتفرح جمهوره الا بوجود كل دول بما فيهم عبد الله وفتحي. هم دول اللي حافظوا قوه الفريق في الفتره الاخيره مع كل زمايلهم. فلا احنا ما بنتكلمش على نادي صغير، الناس محتاجه ان تبتز لعيبه، الناس محتاجه تبتز لعيبه علشان تقعد فيه. لا يا جماعه، رحت قلت ابلغ عليك التجنيد ها؟ مثلا قلت له كده، رحت اقول لاخوك اللي طلعته هرجعه مثلا، ايه اللي ايه شكل ابتزاز؟ شفتوا بقى اشكال الابتزاز. فبالتالي ارجوكم حطوا الالفاظ في مواضعها. لكن رقم واحد احنا اكتر الناس قلنا للجمهور ارجوكوا حافظوا على قيمه وصوره وشكل ومستوى المعامله المحترمه لجمهور الاهلي مع لعيبه الاهلي. قلنا ان يبقى بحب او يرحل باحترام، لانه في النهايه الناس دي ادت واخلصت وانتمت بجد ودفعت عن فانيله الاهلي بشرف، فما ينفعش ابدا اي اساءه ليها. واتمنى انه باي حال من الاحوال ما يبقاش في اي غضاضه في علاقه احمد فتحي وعبد الله سعيد بالاهلي ايا كان مستقبلهم الكره. ما تعرض له اللاعبان في المباراه نتيجه زق وزق معروف واسماء معروفه وتواريخ معروفه مش من اهلي ومش من الاهلاوي. انما انت عارف لما بتشتم في 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 مجموع بيبقى متحمس يردد وراك، لكن صناعه الموقف ليست صناعه اهلاويه. كلنا نحب من أخلص للنادي الأهلي ها حتى اللحظات الأخيرة في عهده، من كان رجلا بشكل كافي أنه يصارح النادي الأهلي بموقفه عشان ما تعملش حسابه، ولا كنا زعلنا من غيره؟ احنا ما زعلناش من حد، بس احنا بإذن الله الموضوع ده ينتهي على خير ولصالح اللعيبة ولصالح النادي الأهلي. ده المهم جدا. وانا وفي كل الاحوال حتى موقف ناكد تاني برضو عشان ما ممكن واحد يقول لك شوفي بتزوم ازاي، ما هو انت بتقول لي صباح الخير كمان بتقول لي صباح ما هيشتغلوا لك كده. تاني نلخص اللعيبه دي ان قعدت هنبقى سعداء جدا جدا جمهورا واعضاء ومسؤولين، وانا وانت أكيد. وسلام يا جدع اكيد واخد بال حضرتك طمبررارا تاني هنبقى اكثر الناس سعاده، لان لعيبه مهمه جدا. مش هتقدر تعمل لاعب ها كل يوم تاني الا بعد فتره. ايوه. اتنين، طب افرض مصلحه احدهما او كلاهما انه لا والله الفارق كبير يا جماعه لازم نفهمه بالظبط، لازم نقدره بالظبط بالظبط. انا حتى قلت التعبير ده، لا في موقف انساني لازم أن يكون حاضر في المناقشه، يعني هو تضحيه ليها حدود بالظبط، لكن لو الحدود واسعه ما خلاص هو يا حاجه من اتنين، يا استدرج انا للتغطيه الفجوه الواسعه، وده مش من مصلحه النادي الاهلي ولا الفريق، المصلحه ان يبقى في تغطيه وفي تنازل من الجانبين لو الامور بنسبة لو الامور نقدر نقربها الناس بتشتغل على دي. والدليل على كده ان الملفات مفتوحه لسه. ايوه. انما مساله انك توقعوا بقى بين اللعيبه والمسؤولين في الاهلي مش هتعرفوا اللعيبه عارفه. عشان كده مجلس الاداره اكد النهارده على انه بيرفض اي اساءه للنجوم الكبار، وبيرفض حتى اي خروجات من الجماهير. اولا دي لا حق، دي لا رياضه الكبار. دي لا رياضه ولا روح رياضيه ولا عدل ولا احترافيه ولا في النادي الاهلي. كل العوامل دي اذا اتوجدت في اي اماكن اخرى مش في النادي الاهلي. النادي الاهلي بيقول للي بيخلص له اشكرك كنت اتمنى تبقى معي اكثر من هذا، مش اكتر من كده. فدي لعيبه لم تقدرهم عندنا، مش بنقول كده عشان يعني كلمتين خايبين يترموا هنا ولا هنا يعني. صحيح. لان ده الحقيقه، اللعيبه دي نقدرها واخد بالك، واذا بقي يبقيا بحب واذا رحل فلا يرحل بحب واحترام. صحيح. وده لمصلحه منتخب مصر اللي بيستعد في هذه المرحله. يمكن خلاص تم اعتماد
خطة المباريات الودية اللي هيلعبها المنتخب، سواء مباراته في الكويت أو مباراته مع كولومبيا أو المباراة الأخيرة مع بلجيكا. أعتقد أحمد فتحي وعبد الله السعيد من الأعمدة الأساسية مع كل زمايلهم في المنتخب الوطني اللي بإذن الله تعالى يشرفنا في كأس العالم في روسيا. بمناسبة المنتخب وبمناسبة تألق نجومه، محمد صلاح ما شاء الله مكسر الدنيا. أعتقد ما يحوزه صلاح من مكان واحترام وسمعة طيبة في كل الفترات الأخيرة تخلي فعلا كل شاب مصري يفخر أنه محمد صلاح ده خرج من مصر وقدم النموذج أنه فعلا نستطيع. هنشوف بعض الاستعراضات لأهداف ومهارات محمد صلاح النجم العالمي بجد. معظم الاجوان اللي شفتها ازعم انها المهاره الرئيسيه فيها القرار السليم. قرار سليم يعني ايه؟ يعني انا مثلا اشوفه في الكره اللي عايزه تتباصى بالعرض، اما يلاقي مساحه يباصيها بالعرض. الكره اللي عايزه يرقص وبعدين يلعبها، يرقص وبعدين يلعبها. الكره اللي عايز يزقها بعدين ينط بعدين ينفرد يلعبها. طب في كره واحده على شماله وبعدين يحطها من الزاويه الضيقه، حطها من الزاويه الضيقه اكتشف واتاكد لما اشوفها بعد كده ان هي لو لعبها بالعرض كان الجون والمدافع ممكن يقطعوها، فيقرر ان هو يحطها. اذا مهاره محمد صلاح الرئيسيه طبعا قدرته وسرعته، لكن الرئيسيه في حسن التصرف ودقه القرار. الحقيقه اكتر من لاعب لما سئل في الفتره اللي فاتت مين تقدر تقول يقدر يكرر نموذج صلاح او يقترب من نجاحاته، كان ناس كتيرة بتجمع على محمود حسن تريزيجيه. تريزيجيه لاعب إمكانياته جيدة، انطلاقته واضحة جدا، تركيزه في مشواره الاحترافي ملموس. وأنا أعتقد اللقطة اللي هتشوفوها لتريزيجيه وهو متألق في الدوري التركي مع ناديه قاسم باشا، لما يفوز على مدرب أو على فريق قيصر سبور، فتلاقوا المدرب المنافس راح يسلم عليه ويطلب منه فانيلته. لقطة مش مألوفة أبدا إن مدرب يروح يطلب من الفرقة المنافسة فانيلة لاعب. نشوف اللقطة اللي بنتمنى فيها لتريزيجيه إن شاء الله مزيد من الانطلاق. Güzel görüntülerle sona eriyor başladığı gibi. Maç bitti. İşte Mahmut Hasan Trezeguet'in formasını rica ediyor. Manuş Çubudika maç sonu güzel görüntülerle sona eriyor başladığı gibi. صراحة الفانيلا حلو. بس تفتكر يكون بيرمي الهلب؟ عايزه يعني. هو اعتقد يعني تريزيجيه بعد الموسم ده مش هيستنى كبيره مش هيستنى فاسم باسا اكبر الانديه التركيه، وهو بدا ياخد فعلا كويس ربط ذكي بمشوار محمد صلاح. بالظبط السنه دي هو بدا ياخد المشوار ده. بالظبط حتى تشوف تكوينه البدني بقى عامل ازاي. افرح قوي ما الاقي لعيب واخد الامور بجديه وربنا يكرمه. لا ما هي 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 نفس التكتيك حتى في القرارات. يعني صلاح لما تشيلسي مثلا ما ينجحش فيه وما يثبتش فياخد خطوتين لورا يشتغل فيهم كويس قوي في ايطاليا ثم ينطلق تاني. لا 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 طبعا. تريزيجيه نفس الحكايه، يروح اندرلخت البلجيكي والدنيا ما تمشيش كويس، فلما تيجي اعاره يروح الدوري التركي ما يقولش لا، بس عارف اللي بياخد خطوتين عشان الجامب الكبير. انا مبسوط من تألقه، مبسوط من تألق طبعا زي العالم كله مش مصر بس، محمد صلاح. وان شاء الله رمضان صبحي. اتمنى بقى خدتها من بقي. رمضان صبحي. هذا لاعب لو استطاع ان يطور نفسه ويضع اهداف محدده ويكون معاه مانجر مدير اعمال جد يحطه على التراك الصح ويخليه ياخد قرارات صح، اللعيب يملك الفطره بقى. يملك عايزينه يتالق بشده، يعني جسم قوي بهارات عاليه. ارجو ان هو ما يكتفيش باللي هو فيه.
طيب زي النهاردة ولكن في 8 مارس 1948 الأهلي فاز على الزمالك 1-0 في دور القاهرة، سجل الهدف محمود المهلمي، ده في 8 مارس 1946. هنطلع لفاصل، لكن قبل ما نطلع لفاصل هنسيبكم تستمتعوا ببعض التسديدات القوية اللي ايه بتهد العرضة. شايفين انتوا العرضة القوية اللي هي من الحديد من الألومنيوم من أي معدن، لكن بقوتها الشديدة. شوفوا التسديدات لما تهد الجون على اللي فيه يبقى شكلها عامل ازاي. هتستمتعوا حضراتكم ببعض هذه التسديدات القوية، وبعد الفاصل هنرجع علشان نشوف ايه اللي حصل ليلة التلات. الاعداد اعتقد يمكن عدد كبير من الفرص اللي هي العارضه بترفض دخول المرمى، لكن كان في لقطات اخرى ربما في وقت لاحق تكون جاهزه ما طلعتش معاها التسديدات القويه، وقعت المرمى فعلا. طيب انت كنت بتقول بقى ايه يا سيدي اللي حصل؟ ايه اللي حصل في ليله التلات؟ كنا هنقول هو ده كرسي في الكلوب ولا الايدي الخبيثه هي اللي بتلعب؟ في ايدي كل شيء كان ماشي كويس. لا لحد اخر ربع ساعه في الشوط الثاني توالت احداث غير مبرره ليس لها اي مسوق. انت كسبان بتؤدي بشكل طيب، بتاخد حقك من التحكيم، محسوب لك ضربتين جزاء، جايب 4 تجوان، والدنيا ورديه، بتلعب حلو والدنيا ورديه، والدخول كان منظم، مفيش تدافع، والناس قبلت، انما يعني 5000 واحد يروحوا ما يحصلش اي تكدس بره. لكن ازاي خفافيش الظلام ازاي يعدوا اليوم ده يعدي على خير؟ هم موجودين لزرع مشكله في توقيت الدقيقه 72. هذا تربص، هذا مش طبيعي. لكن لما تيجي وانت بتتكلم كل الناس رايحه دماغها الالتراس ومش عارف ايه، تبص تلاقي الالتراس بيتبرأوا من الموقف. طيب عشان كده دي نقاط محدده وفارقه ولازم نقف عندها الليله دي كتير. في علاقه الاهلي بجمهوره، جمهوره كله، والموقف اللي حصل في الاستاد. مبدئيا مجلس الاداره فور وقوع هذه الاحداث نظرا لجسامتها ودلالاتها والايدي الخبيثه اللي بتعبس فيها، بدر المجلس باصدار بيان. استنكر مجلس اداره النادي الاهلي التصرفات غير المسؤوله لقله من الجماهير حضرت مباراه النادي الافريقيه امام فريق منانا الجابوني. واصدر المجلس بيانا صحفيا اكد فيه اعتزازه بجمهوره العريض. دي النقطه المهمه، عشان اللي بيقول لك الاهلي باع جمهوره والاهلي اتخلى عن جمهوره والاهلي فرط في جمهوره يبقى شايف حقيقه الامر ايه. ده البيان الرسمي لمجلس الاداره. اكد فيها اعتزازه بجمهوره العريض وسعيه الدؤوب بالتنسيق مع اتحاد الكره والانديه الجماهيريه واجهزه الدوله لعودته الى المدرجات، عوده الجمهور مره اخرى. الا انه مجلس الاداره يرفض رفضا قاطعا محاولات البعض اثاره الفتنه والتطاول على مؤسسات الدولة ومسؤوليها التي تبذل جهدا كبيرا من أجل النهوض بمصر على كل المستويات، ويحمل لها مجلس إدارة النادي احتراما وتقديرا كبيرين في ظل جهد مخلص تبذله الحكومة المصرية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر. ويضيف بيان النادي الأهلي
أن النادي كان حريصا على خروج هذه المباراة بصورة تليق باسم النادي وجماهيره العريقة لتكون بمثابة الانطلاقة الحقيقية نحو طي صفحة آلمت الجميع خلال السنوات الماضية. وجاء الخروج عن النص من قبل هذه المجموعة ليثير الدهشة وعلامات الاستفهام ويعود بالمحاولات المضنية التي يبذلها مجلس الأهلي من أجل عودة الجماهير إلى المربع الأول، ويبقى النادي الأهلي هو المتضرر الأكبر من عدم الحضور الجماهيري. ونشد مجلس الأهلي في بيانه جماهير النادي والجماهير المصرية على مختلف ميولها التمسك بالقيم والأخلاق والمعنى السامي لمفهوم الروح الرياضية، مثمنا دور كل أجهزة الدولة ليس فقط في حفظ الأمن للمواطن ولكن أيضا في مواجهة الإرهاب الأسود وتضحياتهم البطولية من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن. ده بيان مجلس إدارة النادي بعد ربما دقائق قليلة أو سويعات قليلة من انتهاء هذه المباراة. هذا البيان وضع النقاط على الحروف بشكل واضح وبارز. هسمع رأي المهندس عدلي فيها، لكنه الاعتزاز أو اعتزاز النادي الأهلي بدور جمهوره، حرصه على جمهوره، التأكيد على سعيه الدؤوب لعودة الجمهور للمدرج، جنبا إلى جنب مع رفض أي خروج عن هذا السلوك الرياضي اللي مثل دايما وأبدا ثابت من الثوابت المهمة والتاريخية للنادي الأهلي جماهير وإدارة، ثم التأكيد بشكل واضح وثابت على اعتزاز النادي الأهلي وتثمينه وتقديره واحترامه لمؤسسات الدولة جميعها ودورها الكبير جدا اللي بتلعبه في هذا التوقيت الحرج من عمر الوطن في أمن وسلامة أراضي الوطن والدفاع عن كل مقدرات مصر، ثم السعي بقوة نحو تحقيق تنمية شاملة والنهوض بهذا الشعب. أعتقد دي معاني كانت واضحة وبارزة ومهمة يا باشمهندس، ولا تقبل المزايدات. البيان دقيق مناسب شامل بيوضح موقف النادي الأهلي الحقيقي من 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 كافة الزوايا. ولكن الذي يدهشك انك انت تبص تلاقي مباراة زي دي انت خايف من التكدس الخارجي وبتاع واخدها في سكة مسألة تنظيمية، تكتشف ان لا، ده الموضوع ما زال التربص موجود، لان في التوقيت ده انت عندك انتخابات رئاسية، ها زيارة مهمة، مجهود حربي وتضحيات وشهداء. النهاردة لازم ننعي شهداء الوطن اللي كل يوم، مش هنقول بتوع النهاردة ولا بالأمس والمرشحين للشهادة غدا وبعد غد، كل من يضحي بروحه من أجل الوطن. شيء إيه الدلع اللي احنا بنتدلعه ده؟ في أسر بتقدم شهداء عشان انت تأمن، عشان تيجي ترميلي وتكسر لي وتولع لي شمروخ وتكسر لي كرسي. إيه الدلع ده؟ إيه يعني احنا كبرنا بقى ومش هنقعد بقى نلف وندور حوالين الامور يا استاذ ابراهيم. ايه اللي يزعل يزعل. الالتراس بيتصل وبيقول ان قبضوا على ناس مش هم. طيب مين هم؟ قولوا عليهم عشان ما تقبضش على ناس مش هم. ما هو في حاله الفوضى يجي يقول لك ايه؟ انا ابني والله يا استاذ عدي ما تعرفش حد في الداخليه، مش عارف اعرفه ازاي يا عم، يعني في وقت ما حدش بيعرف حد فيه. يوم يقول لي ايه؟ اصل انا ابني كان واقف بيتفرج على مظاهره حصل فوضى وضرب وبتاع وفجاه خدوه عشان لقوه بيجري. ما هو القصه هو المظاهره صندوق الدنيا واقف يتفرج وبعدين لقى الناس بتجري جري. ما هو امال الامن هيعمل ايه؟ الناس في حاله الماس او في الجمهره او في 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 الزحمه هتقبض على الناس اللي في المحيط ده لحد ما تطلع من المية اللي هتقبض عليهم العشرين اللي ورا القصه دي. ما خلي بالك في ناس بتعمل الغلط وهي مش واخده بالها. يعني هي مزقوقه كمان. هي مزقوقه بس مش فاهمه ان الموضوع مقصود انه يؤدي به الى هذه اللحظه. هو يتاجر به، هو عايزين بيفكر الموضوع انك انت تخش الاسم تشرط نفسك بالموس عشان تودي الضابط في ده. ما هو انت دلوقتي عايز يتقبض عليك، في ناس بتبقى رايحه عايز يتقبض عليها او يتقبض على ناس مالهاش دعوه.
عشان نبتدي نخش حقوق الانسان والقبع والنغمه اللي خلاص حفظناها كلنا ومش طاليه يعني لا تنطلي على احد. احنا النقطه الايجابيه في هذا الامر ان الالترس نفسهم شايفين الوضع المره دي غلط وقالوا احنا ملناش علاقه بهذا الامر. طب خليني برضو الفت نظرك ونظر الساده المشاهدين لبيان الالترس زي ما ظهر. ما تيجي نقراها زي ما هم يعني فصيل من فصائل جماهير الاهلي شان كل جماهير الاهلي اللي بنعتز بيهم جدا وبنقدرهم وبنثمن دورهم التاريخي مع النادي. اصدر الترس اهلاوي بيانا يتبرأ فيه من احداث الشغبه التي شهدتها مباراه الاهلي ومنانا الجابوني في ذهاب دوري الابطال. علقت صفحه الترس اهلاوي على فيسبوك بهذه الكلمات: بعد اكثر من 3 سنوات يعود جمهور الاهلي الى الاستاد التاريخي في القاهره ليصدر خطوه جديده نحو عوده الكره الى وضعها الطبيعي وعوده الجمهور المساند والعاشق دائما لفريقه. ألتراس أهلاوي جزء لا يتجزأ من جمهور الأهلي العظيم يثبت حسن نواياه مرة تلو الأخرى لتعود منظومة كرة القدم إلى الحياة. تواجدت المجموعة اليوم في المدرجات لتشجيع الأهلي فقط وما حدث غير ذلك ليس لها علاقة به. تطور دي أنا هعلق بيها على كذا حد علق على مقالة أنا كاتبها. طيب هنا علق الاول عشان انا هعلق على التعليق. 3 نقاط مهمين. النقطه الاولى انه ربما كان ده من حسن الطالع انه هذه المباراه تحديدا عدد التذاكر المباعه او اللي توافق عليها 5000 بيعت بالكامل من خلال السيستم بتاع النادي الاهلي في بيع التذاكر عبر السيستم النظام الالكتروني. النظام الالكتروني يعني كل واحد اشترى تذكره سجل بياناته. وسجل بياناته هنا ده مش لانه اتقال الحق الاهلي سلم جمهوره للامن وادى قاعده البيانات للامن. هو الاهلي لا يملك يحجب معلومه عن جهات التحقيق. انتوا بتتكلموا على قرار النائب العام بتكليف نيابة أمن الدولة العليا بالتحقيق في هذا الملف. فأنت هنا أنا لما باخد التذاكر أو بصرف التذاكر من خلال السيستم عالميا ودوليا وفي إجراءات الحماية في الملاعب الهدف منها حفاظ الأرواح، حماية هذه الأرواح اللي موجودة في الملعب. دي مسؤولية النادي المنظم. النادي المنظم لهذه المباراة عنده مسؤولية جنائية، مسؤولية جنائية كاملة هو كمنظم. عشان كده مدير استاد بورسعيد مازال في السجن، مدير النادي المصري في بورسعيد مازال في السجن، خد حكم جنائي. ليه؟ لان هي دي مسؤوليه النادي المنظم. هو انا لما باخد اسمك وادي لك تذكره انا مش باخد اسمك علشان هنبقى اصحاب، ومش باخد اسمك عشان اهددك بيه، ده انا باخد اسمك علشان انا عندي مسؤوليه جنائيه عليك انت. الكرسي ده قاعد عليه فلان بس، ويوم ما اتكسر هيدفع ثمنه. فهي دي الفكرة. فكرة ان انا لما ادي الاسماء لجهات التحقيق انا بقوم بدوري في حمايتك انت والحفاظ عليك انت. لو انت مخل، لو انت متجاوز، لو انت اخطأت، لو انت اجرمت، فانت المسؤول مش انا. وبالتالي انه يقول ألتراس اهلاوي احنا ما عملناش حاجة رائع جدا. يبقى ما اسمعش كلمة حد الاهلي سلم جمهوره. هذا الجمهور اللي موجود في بيانه قال ان احنا ما لناش دعوه. يبقى نشوف مين اللي ليه دعوه. مين اللي ليه دعوه؟ في البحث الجنائي اداه الجريمه ثابته وواضحه انه برضه زي ما في اسماء في كاميرات مراقبه مصوره. والنيابه العامه اول حاجه عملتها حطت ايديها على الصور اللي موجوده في الكاميرات. هنا نتمنى ونثق وننتظر انه فعلا كل واحد يوجه اليه دليل اتهام يكون في دليل مادي عليه. وزي ما قلت لكم في تصوير. هيكون خطا كبير جدا انه حد مجرم يفلت بجريمته. زي ما هيكون من القاسي جدا على اي حد ان في حد مظلوم او بريء اتظلم. بس ما دام في جسم مادي
ما دام في اداه جريمه، ما دام في صوره لمسرح الاحداث، يبقى كل واحد اللي كان سلوكه كويس محدش هيمسه، واللي اخطا وارتكب وكسر وحطم وعمل كل الخروج عن القانون لا يحاسب الا بالقانون. الامور هتتظبط جدا في الملاعب وفي كل مكان لما فعلا نفرض سياده القانون. نتمنى يا استاذ ابراهيم وانا يعني ادعم كل كلمه قلتها، اتمنى جدا الا يظلم احد في هذا الامر. ايوه. واتمنى اكثر الا يفلت احد اساء في هذا الامر. لان آن الاوان بقى كل شيء اتحط في حجمه. خلاص عندنا حتى انا حاسس الالترا زي قلت الله احنا ما صدقنا رجعنا تبوظوا لنا الدنيا ليه؟ واخد بالك؟ ايوه. جزء كبير من الجماهير متضايق، ما قابلتش حد مبسوط من اللي حصل. ها؟ لكن ايضا ما حدش هينبسط لو بريء اتظلم او لو جاني افلت العداله. وطالما ان في كاميرات وبتاع ده بقول لك كسروا كاميرات كمان، يعني حرفيه، يعني طالع ده محترف. يعني حتى وانت بتكسر انت متصور وانت بتكسر. انت يعني مش فاهمني؟ يعني ايوه ايوه، لكن انت رايح للكاميرا تكسرها. انت عارف ان في كاميرا هنا بالزبط. وشكلها كذا. مش عمليه يعني تبقى رن عشوائيه كده. فانا اللي عايز اقوله الموضوع ده دمه تقيل وبايخ جدا وتوقيته سيء جدا، لانه زي ما انت وصفت هو مين اللي داخل وفي ايده كرسي عشان يضرب بيه الكلوب؟ مين اللي عمال كل ما نقرب خطوه يرجعنا خطوات؟ وفي هذا السياق مش عاجبني قوي سرعه وتسرع الاستاذ ثروت شويلم في الاحداث باستمرار، يطلع يعلق. ما تتسرعش انت عليه بس، استنى شويه. انت عامل حاجه؟ المفروض مداخله ثروت شويلم كامله مع الكابتن شوير هنشوفها، بس في ترتيب وقتها. عايز تقول ايه تاني؟ لا خلاص في ترتيبه، لان انا هعلق على فكره انك انت تطلع تعلق ولسه الامر قيد البحث يعني. صحيح. المدير التنفيذي للاهلي زي ما قالت بوابه الاهرام العميد محمد مرجان قال لدينا قاعده بيانات للمشجعين واحنا حريصين على تطبيق القانون على الخارجين، لانه يا جماعه انا عندي جمهور الاهلي اللي كان حاضر في هذا المدرج اللي كان فيه اولتراس اهلاوي قالوا مش احنا وما لناش علاقه وبنتبرأ من اللي حدث. طب مين؟ مصلحتهم نعرف مين؟ لمصلحه دول، لانه دول اللي اخواتهم ماتوا في بورسعيد، ودول اللي حصل ودفعوا الثمن كتير قوي، واللي لسه الناس بتجري بدمهم. ما ينفعش يفضل يدفعوا يعني اثمان مجانيه كده، ما ينفعش. هم في مصلحتهم المباشره عشان يروح الملعب، مع ان احنا يعني بحت اصواتنا في المطالبه انه اللي عايزين شماريخ ولا بحت؟ بحت بحت انه في كلام يعني البناء للمجهول، بس احنا مش عايزين نقلبها على صوت عربي. انا قلت اصدق مره ما عرفتش. فهي اصواتنا تعبت قوي واحنا بنطالب يا جماعه، ما فيش داعي لا للشماريخ ولا للخروج عن الضوابط اللي احنا حاطينها او اللي امن الملاعب متعارف عليها دوليا. والله ما هي لا نصاحه ولا وجاهه ولا نوع من فرض الطقوس الالتراسيه ان انا لازم اولع شمروخ، اذا كان هذا الشمروخ هيعمل لي مشاكل دلوقتي بلاش منه. ما انا اقدر اتفرغ لتشجيع النادي اللي انا بحبه، افضل اساند الفرقه، افضل اعيش لحظه البهجه والسعاده والفرحه. بس انا سمعت حاجه غريبه يا استاذ ابراهيم. ان هم اتفقوا هناخد شمروخين اتنين بس وسومي حلاه، وهم اداؤوا كام شمروخ؟ اصل هي مش بطاقه تموين. ما هو يا استاذ ابراهيم انت بتناقشني، هو انا اللي قلت لهم خدوا شمال؟ انا مش موافق على الشماريخ، انا بقول لك سمعت. هتيجي تقول لي مش بطاقه تموين، هو انا اللي انا بقول لك سمعت هذا الكلام؟ اصل دخل ازاي الشماريخ؟ ما هي يعني الاستاذ حسن مستكاوي اصل سال السؤال ده وعنده حق. هو الشماريخ ده مش زرار جاكيت بخبيه يعني؟ ما عشان كده انا بقول لك احنا ليه كده مغرمين نأزم الموقف بدون مبرر، بدون يعني بدون داعي حقيقي. إيه؟ طب ايه قول لي ايه المكسب اللي خرجنا بيه؟ الاهلي خسر له هيطلب منه نص مليون جنيه، سوف يناقش امر العوده الى استاد القاهره بعد ما كنا خلاص بعد الماتش ده هتبقى
لا لا انا حسنا فعلت لجنه المسابقات واعتقد ده بالتنسيق الامني. النهارده كان في مباراه هتتلعب او طلع قرار انه مباراه الزمالك والرجاء كان مقرر هتتلعب في استاد السويس. لا هنلعبها بقى في القاهره. استاد القاهره ده كلام جميل. ارجو ان برضه ما يبقاش ردود فعل انفعاليه. ناخد كل حاجه في ورب ضاره النافعه. مش يمكن الاحداث دي جاءت عشان تنبهك لخطر اكبر؟ يعني رب ضاره نافعه زي ما انت بتقول. واوضح العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي انه السبب في اصدار النادي لبيان سريع ردا على احداث الشغب من جانب الجماهير في مباراه امام منانا هو رغبه النادي في ادانه اي اعمال شغب قبل اي جهه اخرى. الاهلي بيمارس مسؤوليته الوطنيه ودور الوعي وما بدأوا اللي ماشي عليه على طول. بالظبط. اللعيب عنده غلط انا اللي بعاقبه قبل ما يصدر التعليق قبل ما اي حد يصدر منه اي قرارات. اشار المدير التنفيذي لان مجلس الاداره يريد نقل النادي للعالميه، لذلك لن نترك اي اخطاء تمر مرور الكرام وسنكون اول المحاسبين، مؤكدا ان كل من اخطا في مباراه منانا سيتم تطبيق قانون الشغب عليه، ولدينا بيانات كافه المشجعين الذين حضروا المباراه. ووجه مرجان رسالة شكر خاصة لكل الذين شاركوا في إقامة مباراة الأهلي ومنانا في استاد القاهرة الدولي. طيب لما أولتراس أهلاوي يقول ما لناش دعوة ونتبرأ يبقى احنا كلنا كده ماشيين في اتجاه واحد، علينا البحث عن الطرف الثالث. رجعنا للمربع الأول القديم. شوفوا الاندساس. وانا اعتقد لما قلت الحكايه فيها ان فيها ان قوي ده فيها ان واخواتها. بالظبط. لانه فجاه تصطاد الكاميرات صوره واحد من الشباب البارزين في 6 ابريل اهو موجود في المدرج. في مفاجاه من العيار الثقيل اظهرت الصور الخاصه لبعض جماهير الاهلي صوره احمد زهره واحد من قيادات حملة 6 ابريل موجود. انا ما اعرفش الحقيقه احمد زهره وما اعرفش عنده اهتمامات كرويه ولا لا، ما اقدرش اجزم بده. لكن هنقلبها بقى مسرح سياسي وكل فصيل معارض ولا مشاغب ولا رافض ولا بيمارس ارهاب معين يتخذ من الملاعب مسرح لاحداثه. دي مشكله، دي مشكله تفرض نفسها بقى على عناصر الجماهير اللي عايزه تقول ان المدرج للمدرج. لعن الله الايديولوجيات يا استاذ ابراهيم. يعني ليس هذا مكانها. يعني عندك ايديولوجيه روح عندك حزب. كل الخلافات بسبب صدام الايديولوجيه. يعني كله علي وعلى اعدائي. طيب بيشتغلوها بالطريقه دي. طيب حتى فرحة الأداء الكويس والفوز الكبير اللي حدث غطى كتير جدا على مجهود اللعيبة الكويس اللي في الملعب أو دور حسام البدري في تحقيق هذا الفوز الكبير أو ضربة البداية الموفقة أمام الفريق الجابوني. الأخبار قالت الأهلي فنان وتوهان وإن في تحيات سرية تكشف المشاغبين والبدري يشيد بضربة البداية الأفريقية. الشروق قالت الأهلي يسعى لتجنب نقل مباريات الأفريقية من استاد القاهرة بعد شغب الجماهير. والأهرام المسائي قالت توابع تصرفات المشاغبين من رابطة الألتراس حرمان الأهلي من اللعب على استاد القاهرة. مش عاجبني قوي الأحكام السريعة قوي اللي للأمانة مش الصحافة بس، الأخ ثروت سويلة نصب نفسه كده برضه وهتسمعوه وهتشوفوه. الناس قبل ما حد يعرف ولا حد يحقق طب ادي يا سيدي تقرر انه مباراه الزمالك والرجاء في استاد القاهره. ايه قولك بقى؟ اول حاجه تطلع فورا خلاص الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره وكانه ثروت سويلم هو اتحاد الكوره وهو الامن وهو كل حاجه. يا عم انت هو المدير التنفيذي لاتحاد الكوره. بس هو اصل مشكلته ان عضو مجلس الشعب و من جهاز الشرطه سابقا ثم مدير الاتحاد، هو عنده خلط شديد بين الادوار. يلعب سياسه حيث يجب ان يلعب رياضه، ويلعب امن وهو مش مصرح له ان يلعب امن الان.
ولكن ايضا انا كمدير مكان لا اصرح بقناعاتي، انا بصرح بقناعه المكان بتاعي. هل دايما عنده راي مجلس الاداره بعد الاحداث بساعه؟ يعني انت تذكر نناقش بقى ولا هتقول لي في ميعاده؟ اتفضل. مش هو ده اللي حط نفسه برضه نصب نفسه مسؤول عن الحكام، صاحب التسريبه الشهيره، جبنا له اللي هو عايزه، عايز مننا ايه تاني؟ يعني بيورط نفسه وهو راجل كويس مش وحش يعني ساره سويل. يعني هو يطلع تسجيل له مع وجيه احمد يوجه في تعيين الحكام. ايوه، ويتكلم على لجنه مسابقات حرمان الاهلي من اللعب على استاد القاهره، شعرفه. طب الزمالك او جبناه من السويس هيلعب في القاهره. هو ده الامن بقى ما يجي يقول لك ايه ولو اداه وقدود. هي كده انت عايز توصل رساله شكلها ايه للعالم؟ طيب. ان في عدم قدره على السيطره بعد مش هديك الفرصه. بعد المباراه مباشره نشرت اليوم السابع وبعض المواقع تصريحات صريحه للعميد ثروت سويلم انه خلاص الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، وكانه الراجل رئيس لجنه مسابقات ورئيس اتحاد الكوره، ولا في هنا بريده ولا في مجلس اداره ولا في جهات امنيه ولا في حد بيحاسب ولا في حد بينتظر تقارير. بسرعه الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، فحصل جدل والناس قالت الله هو ثروت سويلم يعني هو بقى هو اتحاد الكوره. كابتن احمد شوبير في برنامجه الاذاعي سال ثروت سويلم الناس زعلانه منك انت استبقت الاحكام ليه؟ نشوف. ما حدث في استاد القاهره اكيد هتبقى له توابعه. يمكن بعض في النادي الاهلي بيلوم على حضرتك امبارح انك طلعت بسرعه وقلت الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره مره ثانيه، صحح المعلومه لو فيها خطا والمستقبل هيبقى شكله عامل ازاي من وجهه نظرك؟ بص يا كابتن، يعني كل احترام طبعا لاداره النادي الاهلي، انا ما قلتش النادي الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره مستقبلا يعني، لكن انا قلت النادي الاهلي كان عنده اصرار انه يلعب في استاد القاهره، وان الجهات الامنيه احترمت قرارها واحترمت قرار النادي الاهلي واحترمت رغبه النادي الاهلي دعما ليهم، لكن اللي جاي انا ما اعرفوش يعني. انا نفسي قلت كده، قلت انا مش قادر اتكلم مع هي في هذا الموضوع شيء من الحرج يا كابتن، لان كان في تحفظات كثيره ان الماتش اتلعب في استاد القاهره، زياره مهمه جدا كانت معلومه للامن قبل ما تبقى معروفه للشعب المصري، وزاره ولي عهد السعوديه، نهائي افريقيا او بطوله افريقيا للسيدات في النادي الاهلي، كل ده حضرتك كان بعض يعني المبررات الطبيعيه انك ما تلعبش الماتش في استاد القاهره، ورغم من كده الامن واللواء. فانا ما قلتش قرارات الامن بعد كده هتكون ايه، لا انا قلت الامن عمل كل حاجه لجماهير الكوره، واحنا برضو من اول لحظه كان السيد الوزير مجدي بقى وفار مع الكابتن هاني بريده مع الوزير خالد عبد العزيز بيتكلم على عوده الجمهور، كان متفق انه لو في اي خروج عن النظام هيبقى لجمهور النادي اللي هيحصل منه مشكله، عشان ما يبقاش السيئه تعم على كل الانديه. فانا بقول لحضرتك انا لا قلت النادي الاهلي مش هيلعب في استاد القاهره، ولا قلت ايه اللي جاي في المستقبل. طبعا جهود الامن في حماية المباريات والمهام الكبيرة جدا اللي بتطلع بيها وزارة الداخلية في هذه الظروف مسألة مش محتاجة كلام. الدور التاريخي الكبير اللي بيقوم به رجال الأمن لا ينكره فعلا إلا جاحد. المسألة أكبر بكتير جدا من حتى إن الناس ما تتعاونش. المسألة محتاجة إن الكل يساند كل الجهود الأمنية اللي بتبذل في حمل كل هذه الأعباء الكبيرة قوي، لكن ما يبقاش بسرعة نقوم راجعين للمربع صفر وبلاش استاد القاهرة واقفله. أنا بقول قرار رائع جدا إن الزمالك والرجاء في استاد القاهرة، والأهلي أقرب مباراة لو عايز يلعب في استاد القاهرة يلعب في استاد القاهرة، وافرض النظام وطبق القانون بإيد من حديد، ساعتها فعلا استاد القاهرة مش هيبقى فيه 5000، هيبقى فيه 120,000 متفرج، واللي مش عاجبه يخضع للقانون يقعد في بيتهم، واللي مش عايز يتفتش واللي مش عايز إجراءات الأمنية تطبق عليه بحذافيرها يقعد في بيتهم، واللي يخرج عن النص يحاسب بالقانون، واللي يثبت ارتكابه للخطأ يروح في داهية. ده القانون، مش في قانون عقوبات، حتى مش محتاجين لا قانون شغب الملاعب ولا في قانون عقوبات. هو إيه الفرق بين إن في مشجع يروح الاستاد يكسر منشأة
او يكسر اتوبيس في الشارع. هو لو كسر اتوبيس في الشارع ما قانون العقوبات بيحاكمه. انا مش محتاج قانون جديد داخل الملاعب، ربما داخل الملاعب عشان الاليه تبقى فيها تسريع شويه. يعني هل انت السواق او كمساري لما يختلف مع الركاب يكسروا له مش ممكن الاتوبيس؟ يعني ساعات يقول لك اصل تسرع من الامن مش عارف اعمل هذا كلام مبررات وهي غير مقبوله. التكسير ملوش مبرر، التخريب ملوش مبرر، يعني لازم نبقى شايفين الامور صح. طيب بدايه الاحداث بقى كما رصد اخبار اليوم نشوفها. يعني مشهد مفتعل 150%، عدد محدود يعمل لك المشكله الكبيره دي. لكن هو الشيء بس اللي انا مش مرتاح له ان الجماهير وهي مش شايفه ايه اللي حصل فوق انفعلت وتجاوبت وتعاطفت، سيبوهم سيبوهم وبعدين تبدا السباق. نبتدي بقى نخلي بالنا شويه. طيب قضيه كبيره شغلت كل برامج التوك شو، تبارى فيها كل الأخوة المذيعين في الحديث عما حدث كل حسب وجهة نظره. نشوف الأستاذ أحمد موسى في صدى البلد وهو يرى هذه الأحداث كيف ولماذا وقعت ومن وراءها. قام شتم النظام، الكلمة اللي قالوها. افهم بقى مطلبي، ما الموت خلاص، ما بقيتش أخاف وسط إرهابك، قلبي شاف الشمس هتطلع من جديد، مش عارف إيه وخرب بيوت وخرب بيوت. ده كان زمان وقت السكوت، الحلم خلاص مش بعيد. قال النظام إيه العمل كده، النهاية بتكتمل. افهم بقى كذا 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 وشتيمة. كرة؟ ده جمهور الأهلي؟ ده جمهور بتاعنا؟ ده رايح يشجع ولا رايح يخرب ولا رايح يحرض ولا رايح رسالة محددة بيقولها من هناك 6 ابريل مع بتوع الاخوان مع غيرهم؟ لانه ده بقول لكم مش جمهور الاهلي، الجمهور رايح يشجع، الجمهور شجع الاهلي وبيهتف للاهلي، لكن ده مش رايح، ده عامل القصيدة. يعني ده مظبط القصيدة، مش واحد عملها وهو قاعد، لا ده مظبط ومتفقين ومرتبين وقاريين مع بعض ومسجلين وكده وحافظينها مع بعض. يبقى انت رايح انت عارف مين اللي موجود النهارده في الاستاد، انهي جمهور اللي موجود في الملعب. انا كدولة وقانون ايه اللي مطلوب مني؟ بيعملنا كل حاجة واحتوينا الناس ويلا يا جماعة ويلا مع بعض ومع الداخلية والشباب والرياضة والاندية ويلا يرجع الجمهور، اهلا وسهلا بالجمهور. طب هو ده الجمهور اللي انا عايزه؟ هو ده اللي انا عايزه يرجع الملاعب تاني يعمل لي مصايب، ولا انا عايز الجمهور المحترم؟ الجمهور المحترم فين؟ عايزين هو الالتراس ده كيان فوق القانون، كيان فوق الدوله، فوق الدوله، ان انا مش قادر اواجه، مش قادر اطبق القانون، كيان في حاجة اسمها كده؟ انه اعمل ده تشويه للاهلي وجمهوره العريض الملايين، عشرات الملايين جمهور الاهلي والمجلس الادارة وكل حاجة تنتمي للنادي الاهلي. اللي حصل ده تشويه واجرام في حق الاهلي. مفيش اهلاوي يسكت على الكلام ده، مفيش اهلاوي مبسوط من الكلام ده،
مفيش اهلاوي بيقول لك القانون ده بيسيل الاهلي. اللي قدامنا دول بيسيئوا لجمهور الاهلي. جمهور الاهلي طول عمره جمهور محترم. انما اللي قدامنا ده جمهور مش جمهور. ده مشاغب. ده بلطجي. كسر الاستاد ليه؟ ليه انت رايح تخرب؟ ليه حضرتك عندك بالتخريب؟ ليه 6 ابريل وسطيك؟ ليه بتوع اخوان مجرمين وسطيك؟ ليه؟ يبقى انت تبقى عارف ليه الاستاد ده؟ الاستاد ده بتاعنا فلوسنا. الاستاد ده بتاعنا من فلوسنا. والتلفيات ديت هيدفعها النادي الاهلي. وده بيخلينا انا ما نلفت النظر تاني. انا عايز احمل من يثبت ادانته قيمه تكلفه التلفيات. دي نقطه. النقطه ارجوكوا حد يقول لي ايه الصعوبه لغايه دلوقتي ان الكراسي دي تبقى مترقمه. احنا عملنا الصعب. عملنا الصعب ان احنا بعنا التذاكر من خلال السيستم بحيث ان كل واحد يسجل بياناته. طب التذكره اللي سيادتك خدتها هتروح تقعد بيها على كرسي. انا ليه ما اظبطش الكرسي مع التذكره؟ هو ده حل المشكله كلها. يبقى انا رايح على السيستم اتعرف بياناتي موجوده، بطاقتي موجوده، التذكره اللي انا واخدها بالرقم بتاعي هقعد على الكرسي مثلا رقم 145 وانا مسؤول عنه. انا بقيت مسؤول على الكرسي. اول حاجه لما الكرسي 145 يتكسر زي اي ملاعب في موزمبيق، بلاش في الدول المتحضره. احنا ليه ايه الصعوبه في ان الكراسي بتاعه الملاعب دي اللي بننفق عليها ملايين ما تترقمش؟ نفسي اعرف. احنا بقالنا بنهاتي بقالنا كتير قوي في كل مناسبه، قولوا لنا ايه المانع وايه الحائل دون ترقيم كراسي الملاعب، لانه هو ده اللي هيحقق شخصيه العقوبه. الكرسي اللي مكسور ده ومتدمر لو معروف صاحبه اللي كان قاعد عليه ده هيدفع ثمنه. لما يتقال له ان الكرسي ده تكلفته 5000 جنيه والده هيدفع ال 5000 جنيه. وهيبقى مسؤول يحميه. هو هيفضل حامل كرسي. هيبقى حاسس ان هو مأجر هذا الكرسي لمده الثلاث ساعات اللي قاعدهم في الملعب. لكن للاسف دايما وابدا حاجات بسيطه جدا، علبه اللاكيه ب 20 جنيه. مش معقوله كده، مش معقوله نفضل مهملين لغايه لما تحصل كارثه ورا كارثه ورا مشكله والعقوبه الشخصيه لا تتحقق. يدفع النادي الفلوس، يبقى الاهلي بايع التذاكر بقد كده ويدفع غرامه قد كده من جمهور بيهتف بحب. انما هو يعني في ملاحظه في وسط الكلام اللي اتقال ده هي اللي لفتت نظري، ان في اغنيه متالفه. يعني ده مش هتاف عفوي. طبعا ده في شغل السياسه 6 ابريل. معرفش طبعا دون ان ما انا برضه انا ما بحبش اكون قاضي قوي غير، لكن احب احلل الموضوع قدامي. انا لما يتقال اغنيه فيها مضامين وفيها افيات وفيها افلات وتتقال بشكل جماعي، لا ده في تلقين. ده احنا داخلين هيحصل حاجه ساعتها نبقى نقول الكلام ده. لا وفي افتعال للازمه. ما افتعال، ما الاول يجري واحد يتمسك سيبه وبعدين نبتدي نقول اناشيد الحريه وحقوق الانسان. لان هم دلوقتي لايصين معاك في العالم، عمالين دلوقتي ماسكين لك في حقوق الانسان، حقوق الانسان، حقوق الانسان، حقوق الانسان. ماشي، احنا عايزين الانسان يبقى له حقوق، بس اي انسان واي حقوق. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت بتراعي هذا يا بتاع معايير حقوق الانسان في اوروبا وفي امريكا؟ لما بيتعرض امنك للاختراق الامن، يعني الامن في اي دوله ديمقراطيه بيعامل الخارج على القانون لو مؤاخذه فيه الجزمه. انت بتشوف اي مجرم بيتقبض عليه في امريكا ولا حتى في فرنسا، شوف العنف اللي الامن بيتعامل بيه مع هو بيعتبر هذا الخارج عن القانون في هذه ملوش حقوق. في هذا الظرف ملوش حقوق لانه مجرم. هو لو سابه هيرتكب ما هو اخطر على الانسان بقى. وإن كنا يعني أنا مش في المطلق أنا مع الكلام ده يعني. لا مش في المطلق، لا في المطلق قوي، انه بكل الاحوال لازم تفرز. ساعات تقبض على واحد في كل مع عنف ولسه في كل الاحوال يعني. لازم تفرز صح في كل الاحوال، لازم ما تظلمش في كل الاحوال، تستهدف المخطئ والمخطئ فقط. دي اساسيه،
ما ينفعش يتظلم بريء زي ما ينفعش يتساب واحد مجرم، لانه هيرتكب كل هذه الافعال بعد كده. نشوف الاستاذ احمد موسى كمان شاور على حد بعينه في هذه الازمه. بلطجي بتاع ست ابريل اهو اهو احمد زهر ده بلطجي، بقول لكم ست ابريل ده اللي حاضر، شيل السرابه لو سمحت، ده بتاع ست ابريل احمد زهرة، احد العناصر المخربه اللي شاركوا في التخريب امبارح، ومعاه مجموعه اخرى من ست ابريل كانوا حاضرين امبارح، ومجموعه منتمين لجماعه الاخوان الارهابيه كانوا حاضرين امبارح. يبقى انا بدخل مين؟ النادي الاهلي. خدت التذاكر اديتها لمين حضرتك؟ انت مش عارف مين اللي معاك؟ بتدي البلطجي ده ليه؟ بتدي البلطجيه التانيين ليه؟ ما عندك جمعيه عموميه محترم ما تديهم، قول لهم اتفضلوا تذاكر، هو انت واخد تذاكر عشان الالتراس يروح يرجعنا؟ مش هيرجعنا الالتراس ولا غيره، لانه دوله القانون موجوده ولن يسمح مره ثانيه ادي التخريب ده يحصل في بلد. مين يتحمل ده؟ مين يتحمل خراب في استاد القاهره؟ 100 كرسي ولا 200 ولا 400 ولا 600، ما اعرفش العدد قد ايه، بنتكلم على مئات المقاعد تم تكسيرها زي ما انتم شايفين كده. دي كره وده جمهور ودول ناس رايحين يشجعوا فريق بيلعب وفايز. الاهلي امبارح عامل ماتش هايل وفايز 4-0. وانا كنت يعني اتفقت وانتقدت معاه الملاحظة اللي قالها، ان لما حد يروح مألف حاجة زي كده كده وتتقال في توقيت معين يبقى ده تربص، ويبقى ده يعني حاجة مفهوم مسبق هتتعمل ترتيب مسبق. ما هوش عشوائي يعني، ولا لحظي ولا وليد الحدث يعني. لكن مش معاه برضو في فكرة ان الاهلي بيدي ده التذكرة ازاي. لا، لو سيادتك في حد ممنوع قال في يعني تبعت لسه للانديه دول ما خدوش تذاكر، مش هنديلهم تذاكر. لكن انا اعرف منين واحد مسجل بياناته عندي واشترى تذكره على السيستم ومحدش عليه ريستريكشنز بتقول ما تديش ده تذكره، او واحد من دول اشترى التذكره واداها لواحد صاحبه مثلا. لو التذاكر بقى زي ما انت بتقول مرقمه بالكرسي كان سهل جدا نجيب مين الراجل ده قاعد على كرسي رقم كام، الكاميرا هتجيبه. يبقى مين هو خدها باسمه ولا مين اللي كان اشترى التذكره دي؟ هو هيقول لك مين اللي قاعد على الكرسيه؟ مين اللي كسره لي؟ لا، ما هو ممكن يكون متواطئ معاه يدفع يعني. مش هتدفع بس يا استاذ ابراهيم، الموضوع عايز اذهب بيه الى المعنى الحقيقي. انا ده راجل ده الناس بتقول ده مش المفروض ياخد تذكره، فخلى عدل القيعي خد تذكره واداها له. لو كراسي مرقمه وانا شفت ده قاعد على كرسي رقم كام؟ التذكرة دي اتبعت لمين؟ لعدل القيعي. يا عدلي انت اديت التذكرة دي للراجل ده ليه؟ ايه علاقتك بيه؟ هتبتدي تبان سلسلة من العلاقات مش في دماغك. زاد المسؤولية الكاملة، الاهلي هنا ما يدفع، لا ما يدفعش التكلفة دي، يدفع اللي اشترى التذكرة. ده رأيي. ولذلك والعناصر المشاغبة في العالم كله بتعمل عليها بلوك. يعني في عناصر ممنوعه من الدخول. ما هو ده بيتحط اسمائهم في مدخل الملاعب. ده اعتراض انك تقول دول ما خشوش، دول معتادي شغب. خلاص ما خشوش. انما اديني البيان، انا بشتغل منك، مش العكس. انا بعمل السيستم اللي انت يساعدك، مش سيستم انا مستحدثه عشان اعمل بيه ايه يعني. النادي الاهلي، انا بتكلم على الاهلي يعني، لان في ناس نبطت كده على محمد مرجان. الراجل ماله؟ عامل شغله، التذاكر في تحقق مش تحقيق من سلامه الاجراءات. كابتن الخطيب بنفسه كان بيشرف على هذا الامر، راجع الاجراءات اللي طبعا. عندما يثبت ان كل شيء مشي صح، في حاجات احنا ما نقدرش نعرفها. التذكره دي اللي خدها دي هيوديها فين؟ ما انت مش مديني تذكره برقم كرسي. هي. بس طب ممكن اسالك سؤال قبل ما نشوف ده؟ إذا حبيت يعني. دول شباب صغير. شباب مندفع. شباب عنده طاقة وعنده حماس وعنده شيء من الانفلات في سلوكه العام. الأسر فين؟ الأسر يعني ما هو بتتواجد لما ولادها يحصل لهم حاجة يعني أو يتقبض عليهم. يعني إذا كانت حادثة زي بورسعيد ولا الدفاع الجوي ما علمتش حد.
ما علمتش حد وما خوفتش حد على ضناه. يعني مش عارف ايه تاني هو. ايه تاني بجد يعني؟ ايه تاني اللي اسر اصل دول شباب ممكن في ناس كتير اعرفهم خلاص اتفاهموا مع اولادهم انه ما يروحوش وما ما يروحوا ينضبطوا ويلتزم يا سيدي هذا ملا العين اللي انت بتقوله ببساطه ده ما يروح ينضبط ويلتزموا على عيننا وراسنا كلنا لكن اذا كنت مش ضامن اصحابك هيخلوك تنضبط وتلتزم ما تروحش يعني هي الفكره مش ان انا هو مش عند المساله المساله مش عند دي في الاخر بنلعب رياضه بنستمتع بيها عشان نشجع نادي بنحبه بالظبط طيب انا هفضل اضر في النادي اللي بحبه ده لامتى ادفع فلوس وشحطته ويسافر ويعمل معسكرات ويتحرم من اللعب في الملاعب اللي هي تضيف اليه فنيا لامتى وبعدين ساعه ما نتكلم ينظروا على الناس المسؤولين الكره للجمهور لا كره للجمهور المنضبط طبعا ومجالس اداره الانديه لا تدار من الشوارع تدار من مجلس الاداره وتحقق رغبات الشارع بس ما تدارش باسلوب الشارع يعني انت عايزني اعمل لك فرقه تكسب عينيا الاثنين انت عايزني البسهم كويس عينيا الاثنين انت عايز يبقى سلوك لعيبتي كويس عينيا الاثنين عايز ان انا يبقى عندي روح ومش عارف وبطولات اجيبها لك عينيا الاثنين ده اللي ليك عندي يبقى انا بتحرك لرغباتك في دي لكن ما تقوليش عشان تعمل كده بقى اتعاقد لي مع ابراهيم وعدلي دي مش شغلتك او لاعب عدلي 60 دقيقه وابراهيم 30 دقيقه دي مش شغلتك او اللي يعمل كذا مش عارف ايه يعمل كذا او احنا نخش من غير ما نقطع تذاكر لا يا حبيبي مش هيحصل محدش لا انت ولا غيرك لا عضو النادي في توقيت لا في هو دلوقتي ما فيش لكن كان هناك توقيت كان بيتفرض على الانديه تعمل كده حتى بره انت مش جيت معانا في بطوله العالم اللي كانت في المغرب السفير كان بيعاني من ايه جايين ومش عايزين جايين مش عايزين يدفعوا تذاكر ولا عايزين في المغرب ولا عايزين يركبوا اتوبيسات يروحوا ويتنقلوا بعد الاهلي ما خرج من اغادير لل الشعور بالاستثناء ما تفهمش ليه انقلونا دخلونا دي مش الاهلي ما بيلعبش ادخلك ازاي ويقابلك خمس ولاد قابلوني في المطار زعلانين قلت لهم زعلانين ليه يا اولاد يعني ازاي انتوا بتطلبوا الطلب ده وشايفين انه من حقكم احنا مش جايين المشوار ده كله ما تمنش عليا انك جاي انا ما قلتلكش تعالى انت جاي عشان انت بتنبسط بدي انت دي بتحقق أو عندك القدره دي بتنبسط ويبقى عندك القدره تعمل حاجه ما تبسطكش لا طبعا انت جاي عشان تنبسط انك جيت عشان تقول انا ما سبتش ماتش للاهلي محدش الزمك لكن لما تيجي باليات وقانون البلد حتى اللي انت داخل عليها فهناك الكثير من الامور محتاجه انها تتضبط بقى واعتقد وان الجمهور ده يعني فعلا يبعد ما تيجي نبني بقى على حاجه ايجابيه يبعد عنه يعني حتى هم بيتبرأوا من هذه السلوكيات طب ابعدوا عنكم كل هذه العناصر المسيسه بص ده اللي انا كنت عايز اقوله ها عايزين نبني ما انت كل ما احنا قلنا في كل محنه فيها منحه المنحه المره دي ان في الالترا الشعارين يعني مش مرتاحين للي حصل مش موافقين عليه فتبرأوا منه دي لاول مره طب ما نبني عليه ان الالترس نفسه يبتدي يبقى مسؤول في القصه دي زي ما انت بتقول ما تقعدش جنبك حد يسيء اليك ما تاخدش في ايدك حد تتوقع منه شغب بمجرد ما يحصل حاجه على حد بيهتف لا ولا تخجل من انك تشاور على الجاني بالظبط احمي نفسك واحمي صاحبك اللي ممكن يتمسك اوانطه بالظبط فانت عليك مسؤوليه شيل مسؤوليتك طب نشوف بقى التامر امين كمان من هذه الاحداث زي ما قالها في القناة الحياة خليني اسالك بقى ايه بالظبط اللي حصل امبارح عشان نبقى فاهمين بصي الحقيقه انا مصدوم ولسه مصدوم من امبارح انت عارفه ان انا اهلاوي ولما بيكون عندي ايام اجازه في مباراه الاهلي بروح الاستاد وبدلع من النادي الاهلي والمباراه امبارح كانت احتفاليه وكرنفال وفرح جميل وكنا سعداء جدا 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 سواء
باداء الاهلي وفوزه او بحضور الجماهير اللي وحشتنا والمدرجات وحشتها، وكان عرس جميل جدا طول الشوط الاول واحنا في منتهى السعاده والاهلي متقدم 2-0 وكان كل شيء على ما يرام. ثم فجاه بعد انطلاق الشوط الثاني تقريبا بعد حوالي 10 دقائق او ربع ساعه من بدايه الشوط الثاني، وكان في حد اصدر تعليماته او في شراره حصلت في بدايه الشغب. وطبعا يعني مش عايز احكي تاني للناس التفاصيل، ربما تابعوها على المواقع كلها، هو الهتافات المسيئه اللي عملها الالتراس سواء للدوله او لرموز الدوله او للحكومه او للداخليه، وثم الشماريخ اللي عددها خرافي اللي بيطلع والله اعلم الحقيقه بيجيبوها منين بالظبط، لان في تامين طبعا كان وقت الدخول فغريبه ودخوله يعني بيخبوها ازاي، عرفت بيخبوها جوه هدومهم وبطريقه معينه. فالحقيقه تحول الامر الى ساحه من الفوضى وكر وفر، وناس ابتدت تشتبك مع الشرطه وتكسير كراسي وتخريب في الممتلكات العامه. شيء في منتهى البذاء، عكر المشهد وبوظ الصوره وقلب الفرح في رايي يعني الى مشهد كنا بنحب ننساه من المشاهد السيئه اللي حصلت في السبع سنين اللي فاتوا. اللي حصل ده انا بقول لك بقولا واحدا وانا كنت شاهد بعناية يعني هذا امر دبر بليل، ده امر مخطط وامر مدبر لتعكير الصوره وارسال رساله معينه. والحقيقه انه مع كامل الاحترام بقى الطبطبه خلاص ما بقتش تنفع. طيب ده رأي الأستاذ تامر أمين بعد رأي الأستاذ أحمد موسى، وهو تامر أمين يعني رأي مبني على واقع لأنه كان في الملعب بيروح كل الماتشات يعني ما جيله فرصة. طيب نجوم بقى التوك شو الرياضي شافوا الأزمة الكبيرة دي ازاي واتهاماتهم فيها لمين بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. يعني أعتقد هذه الإنجازات وهذه البطولات وهذه الجماهير الكبيرة بهذا الدور التاريخي حدش أبدا يقدر ينكر على جمهور الأهلي، جمهور الأهلي كله دوره الكبير المساند والداعم للأهلي في مسيرته والصانع لنجومه. بس جمهور الأهلي اللي خد أحسن جمهور في أفريقيا، جمهور الأهلي اللي من زمان بيتهتف له مهما تلف مهما تدور، جمهور الأهلي أحسن جمهور، هو ده الجمهور اللي كان بيفخر به كل أهلاوي، هو ده الجمهور اللي كان بيرعب ويقلق ويزعج أي منافس أجنبي يجي يلعب الأهلي في استاد القاهرة ده بالذات. جمهور الأهلي مضرب المثل ومصدر الفخر والسعادة للأهلي واللي دايما في ظهره بجد. ما اعتقدش أبدا جمهور الأهلي نفسه في العموم يقبل انه يتحول الى خنجر في ظهر الاهلي، يسيء لصورته، يدخله في مشاكل، يعرضه للغرامات تلو الغرامات، ويخلي سيرته على كل لسان. ما اعتقدش ابدا الغيورين على النادي الاهلي يقبلوا ابدا باي اندساس في وسطهم يسيس المدرجات ويقبل بهذه الهتافات ويشوه صوره الاهلي. ما اظنش ابدا 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 يا باشمهندس ان كل الغيورين على الاهلي واللي عارفين قيمه جمهوره يقبلوا بكده. بيدوا فرصه للناس تتكلم عليك وتنظر عليك وتركب الموقف يعني حقيقه بيحطوا النادي الاهلي في موقف غير مناسب ومحدش عايزه ولا هم حتى. لكن طبعا المندسين دول لا همهم اهلي ولا غيره. طب ما نشوف بقى كابتن احمد شوبير كيف يتحدث في صدى البلد عما حدث ليله الثلاث. تاني ما حدث بالامس في استاد القاهره. هل هو مؤشر خطر؟ بالتاكيد. هل هو ضد كل التوقعات؟ طبعا. هل هو خالف كل الأعراف في الفترة الأخيرة؟ نعم. هل هو صدمة للكل، لمشجعي الكورة، للإداريين، للمسؤولين في الدولة، للمسؤولين في الداخلية؟ طبعا. أسبابه ودوافعه حتى هذه اللحظة مجهولة، لأنه القصة بتبقى
باينة. أنا النهاردة بلعب مباراة، فريقي خسران ببقى مشدود، فريقي ببقى متعادل ببقى متضايق، فريقي كسبان واحد ببقى نفسي في أكتر، اتنين ببقى مرتاح، تلاتة ببقى مبسوط، أربعة ببقى طاير من الفرح. امبارح الأهلي لحد الدقيقة 66 كان 4-0، يعني بلغة كرة القدم ضمن التأهل وضمن الصعود تقريبا يعني. عمليا لكن نظريا كل حاجة بتحصل في عالم كرة القدم. الأهلي مجلس إدارته جاهد طوال الفترة الماضية حتى يعود جمهوره إلى أو يعود فريقه للعب إفريقيا في الاستاد، حصل. رجع فريقه للعب في الاستاد. حتى تعود جماهيره ولو بعدد قليل، حصل. عاد 5000 أو 6000 متفرج. خليني بقى في عنوان حقوق وواجبات. أنا عمال أنتع هنا بقالي كام سنة إنه الجماهير لها حقوق. إيه هي؟ إنه يدخل من بوابة محترمة، إنه يلاقي كرسي محترم، إنه يعامل معاملة محترمة، إنه ما حدش يضايقه، إنه يشعر إنه رايح يستمتع في مباراة كرة قدم. هل ده حصل امبارح؟ بالتأكيد حصل. ليه؟ الأمن كان قليل، الدخول كان بنظام، الأهلي كان عامل نظام لحد قبل المباراة بساعتين عشان الظروف المحيطة أول مرة وكده، فتبقى ساعتين وبعدين تبقى ساعة وبعدين تبقى نص ساعة وبعدين تبقى لحد المباراة، كله تمام. ما فيش أدنى مشكلة في حقوق حضرتك امبارح أنت ما خدتهاش. كمان عندك مجلس إدارة محترم يرقصه لاعب كرة سابق، يعشق أن الجمهور يبقى موجود، يعشق أن الجمهور يغني ويشجع ويسقف، وموجود في المدرجات. كمان عندك وزير شباب ورياضة محترم موجود، سعيد جدا أنه مسعاه مع مسعى مجلس الإدارة بعد سنوات بدأ يكلل بالنجاح، وأن احنا بنشوف جماهير في المدرجات. ووجود الوزير ووجود رئيس النادي بالتأكيد بيحميك. ادي رئيس النادي الاهلي امبارح اثناء دخوله الى استاد القاهرة، معرفش ده امبارح ولا لا، قولوا لي يعني امبارح، يعني كل الامور جيدة، كل الامور محترمة، الملعب شكله حلو، الاستاد شكله حلو، الادارة شكلها حلو، كل حاجة جميلة، كل حاجة محترمة جدا، مفيش اي شيء. ادي الاستاذ محمد مرجان مدير عام النادي، وقبله الاستاذ حسن مسعود مدير عام فرع مدينه نصر، الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي، يعني الامور ممتازه جدا. ما هو كلنا راصدين هذا، وانا لما بقول يعني احداث تنطلق على غير سبب او مصور من احداث، ليه؟ ليه الاجابه بتتضح يوما بعد يوم؟ ان الالترس يقول لك مش احنا، والنيابة تقول تؤكد ان المسألة مش مسألة كورة، دي مسألة تانية فيها امن بلد وامن قومي. وبعدين الاغنية، ما اعرفش اسميها اغنية ولا الشعر ولا اللي هو يعني كانوا جاهزين بيه يتقال، اللي متنظمة بدقة وكلماتها متنقية بدقة قوي، في اسبوع بيتكلموا فيه بره على حريات الانسان والكلام الفارغ ده، تنسيق رائع جدا، خبيث جدا، شرير جدا، لا تقدر عليه الا جهات منظمه. طيب اذا كان الكابتن احمد شوبير اندهش واستغرب انه الليله حلوه قوي بكل مفرداتها ومكوناتها، ما كانش ابدا تقول ان ده ممكن يتعمل فيها. كابتن مدحت شلبي شاف ده ازاي؟ ما حدث هو امر مشين في وجه من ارتكبوه، سواء بالفعل من خلال المشاهد اللي شفناها او من خلال الهتافات التي لا تعبر على الاطلاق عن راي جموع الشعب المصري في بلده وفي مؤسسات بلده على الاطلاق. انتوا بالنسبه لنا مش شايفينكم وما انتوش موجودين ولا قيمة لكم ولا وجود على الإطلاق، لا في عينينا ولا في دماغنا. انتوا بتتكلموا كلام هراء، كلام في الهوى ملوش قيمة وملوش معنى. إما أنكم فاقدي الوعي ومش شايفين بلدكم وما يحدث فيها من تطوير عظيم في كل الاتجاهات وعندكم نظرة ضيقة، إما أنكم بالبلدي مزقوقين، يا دي يا دي، يا اما ضيق افق ما انتوش شايفين ما يحدث في هذه البلد من تطوير عظيم في كل الاتجاهات
وزي ما شرحت وقلت قبل كده، العمارة بتتبني أساس وبعد الأساس حيطان، وبعد الحيطان تبتدي تتمحر وتبتدي كذا وتبتدي كذا عشان أسكن. العمارة ما بتقومش في يوم وليلة، العمارة ما بتقومش في يوم وليلة. إذا كنت قاصري النظر هذا أمر، أو لديكم غرض هذا أمر آخر، وإن كنت أرجح أن لديكم غرض، دي شغلة الأمن وشغلة النيابة، لكن من ارتكب هذه الأفعال نتمنى أن يحاسب. وكلمة أخيرة، أنتوا بالنسبة لنا مش شايفينكوا، ملكوش قيمة وملكوش وجود وملكوش أي تأثير على الإطلاق على نملة في البلد، على نملة في البلد. قبل ما نتفرج على حجم الخسائر التي حدثت، كنت بقول في المقدمة أستاذ إبراهيم، وإحنا يعني داخلين على الحلقة، المقدمة اللي قلتها، كلما يزداد نجاح الأهلي تزداد ضراوة وهستيريا المقاومة، الهجوم اللي بيبقى هستيري خوفا من نجاح الأهلي. والله المشهد اللي بيحصل في الأهلي هو مشهد مصغر لما يحدث في مصر. يعني اتقال لك النجاح والبتاع وداخلين على الانتخابات وداخلين مش عارف ايه، يا نهار ابيض، خلينا في الاهلي وقيسوا عليه. يعني ده بيكسب يا دي الخيبه، وبعدين هنعمل ايه؟ لا ده احنا نشوف بقى، نهاجم فلان ونهاجم فلان ونجيب لهم سيره عبد الله السعيد واحمد فتحي، ونجيب لهم سيره الالترس، ونجيب لهم سيره التنظيم، ونجيب سيره الخطيب، ونجيب سيره، لاني مش لاقيين حاجه يعملوها. يخشون خشية الموت من نجاح النادي الأهلي. وزي ما في فئة تقدر تشاور عليها بالنسبة للبلد، تقدر تشاور الفرد، أيضا في فئة تشاور عليها بالنسبة للنادي الأهلي. هم لما كنا بنقول إن الاختراق هو المأساة الحقيقية للنادي الأهلي وهو خلافنا الجوهري مع مجلس الإدارة السابق، ليس كلهم بالنسبة لنا كانوا أصدقاء، لو اعتبرونا ما زلنا أنا معتبرهم واعتز بصداقتهم، ولكن اختلفنا إنه مش عايزين يتنبهوا إلى خطورة هذا الموقف. ولما كنت بقعد معاهم كنت بشرح لهم يا جماعة الناس دي بتأيدكم أنتوا عشان تمرر من خلالكم السم اللي بيضربوه في النادي الأهلي، لكن بمجرد المشهد ده متغير هتجدهم انقلبوا على النادي الأهلي. وهذا هو ما حدث بالضبط، ونفس المجموعة، نفس الإعلام الكاره للأهلي بيطلم عليهم بقى إيه بعض المجاريح الصغيرين، واحد أو اتنين من ضحايا، ها، إن المشهد ما كملش زي ما هم عايزين. الوضع ده لازم نتنبه له في النادي الأهلي جدا، أن هناك عملية تشويه لكل ما يحدث في النادي الأهلي، وكل ما ينجح النادي الأهلي هيكلموك في حاجة تانية، هيخلقوا لك نقطة تانية، براعة منقطعة النظير، ماسونية بحذافيرها، مدرسة ماسونية بحذافيرها، وكأن كله اتعلم في العشر سنين دول وقروا يعني ايه المهابرة، ويعني ايه الإلحاح في الكد، ويعني ايه تكلمني اسمك ايه اقول لك 85 كيلو، يعني ايه اتوهك، يعني ايه اشغلك، يعني ايه اخسرك، تفضل تصرف وتنشغل بيهم. عشان كده كتير بنتكلم انا وانت، نرد ولا ما نردش؟ طب نجيبهم بالاسماء؟ ده احنا لو عايزين نجيبهم بالاسماء لا نجيبهم، وعندنا ما نقوله تماما، لكن احنا لا هنضيع وقتنا معاهم، لاني اخشى ما اخشاه اجد نفسي بصار زيهم يستدرجوني للاسلوب ده. ده احنا حريصين ان احنا نعمل اعلام له طعم ومعنى وموضوعي وضوابطه. قلنا خلافنا مع المكتوب وليس مع الكاتب، ولكن عندما يكون المكتوب دائما هو إفراز فلسفة الكاتب، لا، خلافنا المرة دي مع الكاتب والمكتوب، لكن لم تكتب يوما كلمة خير في النادي الأهلي، لم تكتب يوما في موضوع غير النادي الأهلي. مش معقولة، مش معقولة ان انتوا وانتم منتمين لكرة في او اتحدتوا في كرة الأهلي، هو شغلتكم وحرفتكم النادي الأهلي، صفحاتكم من اول اصحاب الاصدارات لحد حضراتكم مشغولين ازاي نشوه النادي الاهلي.
وعلى فكرة حاجة غريبة جدا تجدهم بيشوهوا النادي الأهلي، وعندما يتحدثون في السياسة هم يشوهون وجه مصر. هم سبحان الله، وكأنهم قرروا ألا يتركوا شيئا جميلا. هم أعداء الجمال، فاحذروهم. هم أعداء الجمال فاحذروهم. الأزمة دي بقى أو ليلة التلات دي فتحت الباب لكل واحد عايز يقول حاجة يقولها. الأستاذ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في مداخلته مع الكابتن أحمد شوبير في صدى البلد، أو هي في صدى البلد تحديدا مع أحمد موسى، نشوفه هو رخر محملها لمين. مرتضى منصور مساء الخير يا فندم. نادي الزمالك هيعمل ايه في مبارياته القادمه خوفا من تكرار ما جرى امبارح في مباراه الاهلي؟ مساء الخير استاذ احمد. اولا انا هنا مش بتكلم بصفه رئيس نادي الزمالك، انا صفتي مواطن مصري. ما قاله السيد شريف فؤاد هو، انا من الاسف الشديد هو متصور ان المتحدث الرسمي باسم رئيس الجمهوريه دايما يقول كلام للاسف الشديد لا يغني ولا يسمن، لان اللي بيقوله ده كلام مش مظبوط. وانه اجتمع وقال يا فندم ما حدش دخل الا بمزاج مجلس الاداره، وانت لما سالته ليه المجلس ما انسحبش قال لك المشكله كانت تتفاقم. انا لما جيش بلدي اتشتم من المجرمين الصيع الالتراس بتوع الزمالك في برج العرب في ملعب الجيش قلعت جزمتي في وشهم كلهم، وللاسف في ايام الانتخابات الاخ احمد العميد احمد سليمان قال لك ده قلع الجزمه، كنت قلع الجزمه اللي شتموا الجيش والشرطه. احمد احنا عندنا مشكله كبيره جدا جدا، الطبطبه. اولا النشيد اللي اتقال ده السافل ده ما اتالفش في ساعتها، ده ناس قعدوا وكتبوا وعارفين بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، ده رقم واحد. رقم اثنين دول مش خمسه ولا 10 ولا 15 زي ما البعض للاسف يعني طيب بيصور، لا ده مدرج كامل. حضرتك لما تجيب هات الماتش هتلاقي مكتوب التراس بالمقلوب ومكتوبه باللون الاصفر بتاع رابعه. هات لو تقدر تجيبها لي دلوقتي وتشيل اسمي والكلام ده مكتاني في الماتش، التراس مكتوب التراس مقلوبه يعني هو ضد البلد، بالاصفر يعني احنا رابعه. تمام. اللي حصل دي ده مهزله. وانت احمد استاذ احمد عارف ان اللي اتصدر الالتراس بتاع الزمالك وقطع ديله وراسه مرتضى منصور. تمام. وتحملت ضرب رصاص حي وميه نار وما خفتش وكملت. الصوره اهي اتفضل بالاصفر يا باشا اللي هي بتاعت مين بقى؟ بتاعت الاخوان بتاعت رابعه. تمام. ادي الصوره خلاص مدرج بالكامل. مرتضى منصور بيحارب الارتس في ناس في الرياضه دلوقتي بيحاربوه وبيزهقوه وبيطفشوه، واخد بالك؟ بالرغم ان مرتضى منصور وفر 200 مليون جنيه في نادي الزمالك، لكن انا بحاربك بقى انت مش عاجبني. استاذ وزير الشباب والرياضه والاستاذ محمود الخطيب امبارح كان لازم ينسحبه. على فكره انا كنت في الماتش امبارح. كنت في الماتش؟ كان عندي جلسه في اللجنه الاولمبيه وانت عارف اللجنه جوه الاستاد. المشكله انه للاسف الشرطه طبعا انا عايز اخرج بعد ما خلصت الجلسه. الشرطه منعينها من الدخول. الشرطه للاسف مين اللي منعها من الدخول؟ السؤال بقى من يمنع الشرطه من الدخول في المدرجات؟ الشرطه كلها كانت واقفه بره. تمام. ناس منتهى الادب والاحترام. طيب هنا في ثلاث اربع نقاط مهمين عشان هو كل واحد هيركب على هذا الحدث بطريقته وبمعرفته وبمصلحته. خلينا نبقى صراحة شوية، محدش دخل الا بموافقة الاهلي. ما هو محدش دخل الا بموافقة الاهلي. الاهلي عشان كده بايع التذاكر من خلال سيستم، بس مفيش حد دخل عليه بلوك انه ممنوع يدخل بداية. ثانيا هو هل المعاملة غير الكده الاهلي فشل فيها والزمالك نجح فيها؟ ما الزمالك راح له ضحايا كتير جدا من الشباب دول في مأساة الدفاع الجوي، ما كانتش المعالجة سليمة بالتأكيد. هي المشكلة كبيرة واحدة، مشكلة مجتمعية محتاجة شغل كتير جدا لتنقية الملاعب من أي تسييس ومن أي استغلال سياسي فيها. لكن مش كل واحد هيستغل الحدث في متاجرة ما. حتى فكرة الألتراس
وانه مكتوبه بالمقلوب ومكتوبه بالاصفر يبقى رابعه. لا، اللي متابع ظهور الالتراس في الملاعب ده كان في 2007، يعني قبل رابعه بكام؟ بسبع سنين. فبالتالي توظيف الحدث في اتجاه تاني ده كلام مش بتاعه، مش وقته، مش مناسبته. اه له ظرف وله رغبه وله مخرج مفهومه، بس لمجلس اداره الاهلي اثر، ولا اداره النادي في تنظيمها للمباراه اثرت، ولا رجال الشرطه اثروا، ولا ندافع عن نفسنا. بالظبط، كل واحد له اسلوبه. خلاص انت ده اسلوبك وده اسلوب مجلس، انما من فضلكم عشان ما يحصلش الرد على بعض، يا جماعه الوضع كده هيبقى مش صح. مش عايزين الانديه تتراشق مع بعضها، ولا القيادات تتراشق. مش كل واحد يلاقي فرصه انه يعني يكسب بنت على حساب التاني. يحل مشاكله على حساب الاهلي. يعني انت دلوقتي خلاص اتصرفت من رايك، ده تصرف ليك وجهه نظر. اذا كنت جبت النتيجه ما اعرفش، حد يقول لنا. صحيح. لكن انك انت تطلع تصم الاهلي ان هو عارف ويتحمل المسؤوليه، لا 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 لا، ستوب ستوب. اهلي هو معقل الوطنيه، اوعى تصدق. ومش محتاجه يافطه. لا، الاهلي معقل الوطنيه، وقياداته فاهمين كويس قوي تاريخه وحريصين عليه. وعندما العبث الاعلامي المخترق اراد ان يغير هذه الثقافه ويعبث في التقاليد والقيم والتاريخ، جمعيه العموميه الاهلي هي اللي تصدت له. ستوب. ما كانش اعتراضا على فلان ولا انجازاته، لما كان اعتراضا على فلسفته لما قال يعني ايه قيم وتقاليد. اعتقد ان هي دي كانت الجمله الفارقه، لان دعمت التوجه اللي احنا كنا بنقوله احنا خايفين على الاهلي من كذا. النهارده الايام بتفرز هذه المخاوف كانت على حق. إن احنا بنقول للناس ايه؟ كل انسان ينشغل بناديه، وربنا يوفق الاستاذ مرتضى في قياده نادي الزمالك ويخرج بيه من الازمات، وربنا يوفقه الماتش الجاي انه يحافظ على النظام. وده المطلوب. ده المطلوب. ارواح كلها. ولما يعمل كده هنقول له برافو. لكن لو حصل غير كده مش هيبقى لنا دعوه بيه. طبعا طبعا. هو ده اللي انا عايز اقوله. ما احناش في خلاف مع بعض. لكن مش هنستثمر ظروف بعض. مش واحد بقى نائب الرئيس يطلع يقول لك إدارة الأزمة بتاعت السعيد والشحات هذا سعيد وفتحي هذا كلام مش ما ينفعش. وبعدين الزج يبقى سمينا، كتر خيركم قعدتونا جنبكم شاكرين قوي. أنا دلوقتي ها اللي بيتصدى لي رئيس النادي وبيتصدى لي نائب رئيس النادي فيما لم افعله، يعني بيصدوا لي انا ما عملتش. انا بقول لك انت عامل مشاكل يا استاذ ابراهيم. بيتصدوا لي فيما لم افعله. فيما لم افعله، انا اللي افعله شغل في ناديه. لسه هتفعله صح؟ وناديه هو اللي يقيمني. لسه هتفعله؟ استنى بس خليني اتكلم جد بقى. يعني ناديه هو اللي يقيمني. لكن مش الحد في الكلام مش هو اللي هيقيمنا. ما حدش بيقول لك مشي المدرب، مشي الاداره، لا ولا نجرؤ. عايزين نبقى فعلا في مجال رياضي نتكاتف فيه للخير، وكل واحد يترك الاخر وشانه في اداره ناديه. اعمل اللي انت عايزه، اعمل لك كده خلاص. لكن الاهلي بيعمل ايه؟ لا ستوب، من فضلك بلاش والنبي كلمه ان الاهلي ومجلس اداره الاهلي. لا، كل واحد يشيل همه. واحنا ده اللي خلينا نرد، كل واحد يشيل همه. يعني انت شفتوا بقى ايها المتسببون في هذه الفوضى، عملتوا ايه في النادي الاهلي؟ خليت الناس تقول عليه ايه؟ ده مش يقولوا كده بس، ده كمان الحكايات والمصايب السوداء اللي هنسمعها من مدير هيئه الاستاد علي درويش. نشوف. مش عارف اقول ايه، احنا طبعا يعني كنا قاعدين مبسوطين والاهلي كسبان وبداية تجربة لعودة الجمهور إن شاء الله، وكان كل العملية منظمة من الصبح، وناس جاهزة ليهم من الصبح يوميها يوم المباراة، من سواء
مجلس اداره ومنظمين في النادي الاهلي سواء هيئه استاد القاهره سواء الداخليه بافرعها كلها والناس دخلت في بسلاسه وباحترام ودخلوا قعدوا وكانوا بيشجعوا في وقت معين والاهلي كان كسبان اعتقد 3-0 وبصينا هنا مره واحده كده في توقيت واحد الفاظ مسيئه ما اعرفش ايه اللي حصل يعني انا مش ملم ولا النيابه بتحقق دلوقتي على اساس ان احنا يعني مش المخطئ ان شاء الله يتحاسب ايه الاستاد اللي حصل الكراسي اللي احنا شفناها ديت عملتوا حصر ولا لسه بتعملوا طبعا عملتوا حصر يعني. وصلنا قد ايه يعني حوالي 1044 قعده كرسي 1044 و340 ظهر كرسي واربع شاسيهات وخمس كاميرات خمس كاميرات والحمد لله يعني احنا الكاميرات حتى جابت الناس اللي هي كسرت الكاميرات ان شاء الله يعني قبل ما يكسرها كان واضح يعني يعني الكاميرات صورت طبعا يا فندم كويس طيب هايل كويس عشان نطمن فحضرتك بتكلمنا على بنتكلم فوق ال1000 وشويه ما بين تكسير وغيره وغيره 1500 تقريبا يعني يعتبروا 1000 كرسي يعني لو جمعنا كده 1000 كرسي لكن هم ما بين ظهر لانها دي كراسي بتنطوي يا فندم انا حتى انا مسمار يا فندم هو الظهر ده مش هيتعمل يا استاذ احمد انا مش فاهم يعني انا ايه الغرض من التكسير ايه الغرض من تصدير الفوضى ليه انا ما اعرفش انا مش فاهم ايه الغرض من الاساءه انا برضو مش عارف هو 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 دلوقتي احنا ايه لسه عايزين نقول ايه مش هم دول اللي خلينا نحكم على الجمهور ومش هم دول اللي هيغيروا المسار الرياضه اللي ماشي كده ما شاء الله انا ما بقولش ده اللي بيحكم على الجمهور ابدا انا بقول ابدا بس يعني هم يتحاسبوا يا فندم ما ادلوش تذكره تاني اذا لا يبقى الا تقييم الكراسي عشان نعرف كرسي مين وندفعه ثمن لانه حاجه من اتنين يا هو اللي كسر يا تواطع على اللي كسر يا شاف مين اللي كسر يا شاف مين اللي كسر ثلاثه في الاخر لما اشوف واحد بيكسر الكرسي يجيبه كسر الحاجه بتاعتي اللي انا هدفع ثمن انت هتدفعني ثمن يعني بص اللي هو علي درويش بيقول لك 1044 قعده كرسي و340 ظهر كرسي هناخد بقى 340 ظهر كرسي من الاربعه من الكراسي اللي اتكسرت قعدتهم وش وظهر يبقى صلحنا 340 كرسي ونبقى هم يضحك وهم يضحك والله لا وقال لك خمس كاميرات كمان يعني حتى لا اللي بيكسر شايف الكاميرا اقوى شيء انك حتى وانت بتكسر الكاميرا جابتك بس هو رايح يكسرها وكده صورته بس خلاص وضروري هي بتنقل فوري شوفوا على حاجه ثانيه جوه خلاصة الليلة دي كلها في القصة ديت كويس ان فيه تصوير وكويس ان فيه أدلة ثابتة كل واحد وشيلته بقى كل واحد وشيلته نتمنى ونثق وننتظر انه محدش بريء يتعرض لظلم زي ما نتمنى ونثق وندعو ربنا سبحانه وتعالى الردع الشخصي والردع العام لابد من الردع الخاص والعام للجاني وما نسمعش بقى في الفترة الجاية تحيلات وتوسلات ويا جماعة والولاد عندهم امتحان يا ولادنا دي مشكلة يا ولادنا كل واحد بيحط نفسه في هذه الأزمة وهذا المأزق والأسر اللي أنا مندهش لها بغرابة بعد كل ما حدث من إراقة الدماء في الملاعب في بورسعيد وفي الدفاع الجوي وكلهم ولادنا وكلهم مصريين وكلهم شباب زي الفل ما كانش أبداً يصح يكون الامر بهذا الحد يا اولادنا كل ده ما حد يا حبايبنا اي ردع من فضلكم ما تشمتوش حد في النادي الاهلي ما تسيبوش حد يعلم عن النادي الاهلي من فضلكم نداء الى كل اهلاوي ايا كانت قناعاته اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه بعيدا عن النادي الاهلي لان النادي الاهلي مش هيقبل اولا أن يكون سببا في الإضرار بالأمن العام إطلاقا مهما كان الثمن ده بالعكس يعني ده أنا متخيل مقدمة الصفوف يعني مفيش حد مسؤول هيسمح لابنه إنه يعمل أي تخريب طبعا
الردع ياتي من الداخل. النادي الاهلي انتوا شجعتوه لانه نادي القيم والمبادئ ونادي الوطنيه، ما تسيبوش حد بقى يلعب لنا في الحته دي، من فضلكم. انا بوجه كلام اهو ليكم من فضلكم، البلد ما تحتملش، النادي الاهلي ما يستحقش ولا البلد تستحق. هذا كلام للمستقبل عسى ان يؤثر. كل واحد بيحب النادي الاهلي، يحب بلده، يشاور عجاني. الجزئيه الخاصه بهذه الاحداث ليله الثلاث، لكن ده كان مهم ونتمنى انه يكون الامور وضحت بشكل كامل. في تحيات، في نيابه امن الدوله العليا النائب العام كلفها بالتحيات، فلننتظر. لكن على الصعيد الفني الاهلي قدم مهر الاميره او دفع العربون الاول، ضربه البدايه موفقه جدا، النتيجه هايله، لكن الاهلي لم يتاهل والمباراه لم تنتهي بعد، لسه فيه مباراه عوده يوم 17 هذا الشهر في الجابون. تقول لي النتيجه 4-0، اقول لك قبل كده مصر كسبت اثيوبيا منتخب اولمبي اظن كان فيه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكوره، كانوا مع الكابتن حلمي طولان، فزنا هنا 5-0 واتغلبنا هنا 5-0. ده انت الشوط الاولاني كمان هناك 0-0. ده الخمسه كان مع حلمي طولان، كابتن حلمي طولان. ايوه وكسبت بضربات الترجيح في الاخر. لا والزمالك السنه اللي فاتت ما كسب هنا، كسب هنا 4، ولولا انه جاب جولين هناك كان هيطلع. فبالتالي خسر 5. دي كان ماتش الوداد، دي كره القدم. فبالتالي لسه في مباراه عوده لما نتخطاها نتكلم على حسابات دوري المجموعات. الصحف خرجت بعد هذه الرباعيه برغم آلام الأحداث وفوضويتها، لكنه مجلة الأهلي قالت ضربة بداية النجمة التاسعة رائعة، الأهلي حقق منانا، نادي القرن يستهل رحلته الأفريقية ويهزم بطل الجابون برباعية. ده مين اللي حط لك العناوين دي يا أستاذ إبراهيم؟ ده أخوك علاء عزت. أنا بحفظ الحق لأصحابه. الأخبار، قطار الأهلي الأفريقي يدهس منانا برباعية، مروان وأزارو يسجلان والسعيد يحرز هدفين وبطل مصر يضع قدما في دور المجموعات. وجريدة الأخبار المسائية الحقيقة عندها هنا محطوط كلمة هدفين، زين زين مقصودة؟ لا لا ده غلطة من ال ولا ممكن عايز يقول زين زين الهدفين يعني. الأخبار المسائي، رباعية أهلوية تحبط المغامرة الجابونية، الأهلي يستهل مشواره الأفريقي بفوز كبير ويضع قدما في دور 16، لسه ما وضعش قدم. المساء، جماهير الأهلي تهتف 4 في منانا، يا سعدنا يا هنانا. المارد الأحمر يفتح دور الأبطال بقوة ويسقط بطل الجابون ويضع قدما في دور 16. استباق للأحداث لا مبرر له. الأهرام المسائي، الأهلي جبار في أول المشوار، اكتسح منانا الجابوني برباعيه واقترب من دور 16 لدوري الابطال. يعني الاوسي ما عملوش عنوان في دول. وموقع 7 بطولات، الاهلي يستهل مشواره الافريقي برباعيه ساحقه في منانا الجابوني. وموقع مبتدا، برباعيه نظيفه الاهلي يسحق منانا الجابوني ويقترب من دور المجموعات. وموقع رياض 24، الاهلي يكتسح منانا برباعيه ويضع قدما في دور ال 16. موقع في الجوله، الانطلاقه الافضل، الاهلي يبدا حلم التاسعه برباعيه في منانا. يلا كوره، الاهلي يضع قدما في مجموعات دوري الابطال برباعيه في منانا. بعد المباراه الكابتن حسام البدري عبر عن سعادته بهذا الفوز، نشوفه في قناه دي ام سي ماذا قال الكابتن حسام البدري عن ضربة البداية الأفريقية القوية. أنا ببارك لك طبعا على المكسب، وعايز أتكلم على الأداء المميز في ظل وجود وحضور جماهير النادي الأهلي، وأنا عارف أن حضرتك بطارة دائما في حضور الجماهير وتواجدهم، نوع من أنواع الدافع المعنوي القوي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. أكيد طبعا، الحمد لله على الفوز المرضي النهاردة، وبأكد بس إبراهيم أن هو فوز مرضي وليس حاسم، لأني دايما بقول كرة القدم ما فيهاش اطمئنان، لكن هي نتيجة مرضية الحمد لله، إن شاء الله نستخدمها ونستغلها بشكل إيجابي في مباراة العودة.
وباكد زي ما انت بتقول طبعا بقول ان حضور الجماهير النهارده طبعا اكيد بيبقى ليه اثر ايجابي. شفنا في بعض اوقات المباراه يعني حتى ما كان بيحصل ارتياحيه شويه في فكر اللعيبه نتيجه الهدفين اللي جم في الشوط الاولاني، بتشوف التشجيع والوعي عند الجماهير وتشجيعها وده عامل ايجابي كبير طبعا. وبقول الجماهير وجودها مهم، وان شاء الله باذن الله زي ما انا بقول يبقى وجودهم ايجابي في جميع النواحي. و بقول الحمد لله على الفوز المرضي ان شاء الله، ونستخدمه بشكل ايجابي في مباراه العوده. لكن تاني بنرجع لمشوارنا المحلي المهم جدا، ومباراه ايه ان شاء الله اللي بنفكر فيها. طيب البدري وقد تحدث ودائما بيتحدث بلغه المنطق والواقع، خلينا منطقيين خلينا منطقيين. لكن في ملاحظات هنا طبعا، النتائج مش هنسردها لانها كثيره، لكن في ملاحظه. الاهلي اكبر فوز بعد الاهلي 4-0، كان مازيمبي قدام يونياو موزمبيق اربعي ايضا 4-0، ولكن الوداد بطل افريقيا وبطل السوبر وحامل اللقب 7-2 يتحقق على ويليام سيلفي مسفيلي. ده يستعمل السبعة اتنين دول على اسمه بس، ويليام مسفيلي. طيب كابتن حسام البدري الحقيقة لما اتكلم مع الزميل إبراهيم فايق سأله سؤال مهم، أو هو الكابتن حسام قال له ده سؤال كويس، فكرة الدوافع إزاي بتلاقي دوافع تنشط بيها أداء الفريق وأداء اللعيبة وتشحنهم بعد ما وصلوا لهذه المرحلة من التفوق. نشوف الكابتن حسام البدري رد بإيه عن تنشيط الدوافع. بتخلق ازاي دوافع لنفسك وللفرقه وانت خلاص تقريبا الدوري بتاعك اتحسم، وكل مره الاداء بيبقى فيه حته زياده وفيه متعه زياده. ده حتى كمان جمهور النادي الاهلي لمسه، يعني في درجه كده من التناغم وصلت ما بين الكابتن حسام البدري والجمهور النادي الاهلي اعلى رتم ليها تقريبا. يعني ده اسبابه ايه من وجهه نظرك؟ او حضرتك عارف توصل لزي. بحييك على سؤالك يا ابراهيم، لكن السؤال اللي انت بتساله ده عشان اتكلم بمنتهى التواضع، يعني مش تواضع، اما لو بتقول لي انت بتخلق دوافع ازاي، المكان كبير قوي يا ابراهيم والمسؤوليه في المكان ده كبيره جدا، فالدوافع موجوده بشكل وفيها ثوابت كبير جدا، لكن انت كمدير فني لابد يبقى عندك القدرات اللي هي الدوافع كلها تبقى قدامك وما تروحش من قدامك، وتوريها لعيبتك بشكل متواصل وبشكل متنوع. صحيح. وكل مرحله ليها الدوافع بتاعتها، هي دي القدرات اللي بتبقى يعني درجه من التركيز وقدرات المدير الفني. لكن المكان ومسؤوليه المكان وحجم المكان بيخلي لازم يبقى فيه دوافع. النادي الاهلي ما ينفعش ما يبقاش فيه دوافع وفيه مسؤوليه كبيره جدا، عليك كمدير فني ان انت تصل اليها بشكل فيه منطقيه وواقعيه عشان تبقى تخليها قدام عيون اللعيبه بشكل متواصل. لوقت كده من الاوقات قلت لهم الكابتن حسام البدري بينافس نفسه بالاهلي، يعني هو دلوقتي بيضرب ارقامه اللي بيحققها مع النادي الاهلي نفسها، ده جزء كبير برضه من الدوافع اللي حضرتك بتتكلم عليها كابتن حسام، عايز تحقق ارقام كبيره مع النادي الاهلي. والله انا بقول يعني النادي الاهلي فضل علينا كبير، وفي نفس الوقت انا بقول انا كل تفكيري في اسعاد جماهير النادي الاهلي وتحقيق اهداف النادي الاهلي وحب للنادي الاهلي، لان النادي الاهلي فضله كبير جدا علينا ابراهيم، وحبنا للنادي الاهلي يعني حياتنا كلها قضيناها في النادي الاهلي. فبتمنى يعني كل ما الواحد بيعمل حاجه للنادي الاهلي بيحس لا لسه في اكتر، والنادي يستحق اكتر والجماهير تستحق اكتر، وده اللي بيسعدني، وده اللي بيسعدني لما بحس ان الناس حاسه بالكلام ده. فربنا ان شاء الله يسخر ونقدر نعمل اكتر واكتر لجماهير النادي الاهلي. وانت تستحق كل خير يا كابتن حسام. يعني طبعا واضح كابتن حسام مش ماشي بشكل عشوائي، وهو سؤال الدوافع والحاجات دي بيوريك كيف يمكن للنادي الاهلي دائما ان يضع لنفسه اهداف ابعد من اللي بيحققها ويستطيع ان يعمل عليها. لكن انت عايز تاخد بعد كده نتكلم بقى على ماتش امبي ولا ايه رايك؟ امبي يوم الاحد. طيب مش هنقول كلمتين على امبي. طيب الاهلي خلاص الجهاز الفني طوى صفحه منانا وبدا يركز في مباراه الحد. مباراه الحد مباراه مهمه، ومش عشان الكابتن حسام البدري بيدور على اي دوافع للعيبه يحمسهم ويدخلهم في المباراه بتركيز، لا، امبي في حد ذاتها مباراه مهمه. فريق قوي، فريق المهندس عدلي في بدايه الحلقه اشاد بالكره اللي بيلعبوها برغم خروج بعض اللاعبين المميزين عن من الفريق.
إلا أنه فريق متماسك وفريق نتائجه في الفترة الأخيرة تقول كده. الأهلي يوم الحد إن شاء الله مع إنبي، يوم الاثنين في الدوري ده الأسبوع 29، المصري بيلعب مع الإنتاج الحربي، يوم الثلاث طلائع جيش مع مصر المقاصة، يوم الأربع في ثلاث ماتشات طنطا والأسيوطي ووادي دجلة والاتحاد والزمالك مع الرجاء، يوم الخميس بتروجيت مع الإسماعيلي وسموحة مع المقاولين والداخلية مع النصر. الأهلي وإنبي زي ما يكون الزفة بتاعت الدوري. هل تحصل؟ هل تعثر الإسماعيلي والزمالك في صراعهم على الوصافة يختصر المسافات للأهلي ويقربوا أكتر من التتويج؟ مسائل كلها في الحسابات واردة، والجهاز الفني بيتمنى سرعة الحسم. الأهلي لعب مع إنبي 30 مباراة من أول ما إنبي دخل الدوري في 2002-2003. في ال 30 مباراة دول الأهلي فاز على إنبي 19 مرة وتعادلوا 7 مرات يا باشمهندس، وإنبي فاز على الأهلي 4 مرات، لعل أغربهم وأصعبهم على جمهور الأهلي كله المباراة بتاعت جون سيد عبد النعيم اللي ضيع فيه الدوري وأهداه للزمالك. دي كانت أول مباراة خسرها الأهلي من إنبي. الأهلي سجل في إنبي 55 هدف وإنبي سجل في الأهلي 32 هدف. الملاحظ إنه هدافي الأهلي في إنبي وهدافه إنبي في الأهلي مش موجودين. هدافه الأهلي في لقاءات إنبي محمد بركات ومحمد أبو تريكة كل واحد 7 تجوان، وعماد متعب 5 تجوان، وفلافيو 3. والثلاثة والأربعة كانوا نجوم العصر الذهبي. هداف إنبي أمام الأهلي أحمد رؤوف ومشي من إنبي، عنده 3 أهداف في 7 لعيبة، سجل كل منهم هدفين، صلاح محسن وجي الأهلي وأحمد عبد الظاهر ومشي، والثلاثة لعبوا للأهلي وعمرو زكي وأحمد المحمدي، محدش موجود من دول. جدول الدوري بهذا الشكل يمكن هتشوفوه حضراتكم. الأهلي في الصدارة ب 72 نقطة، الإسماعيلي في الوصافة ب 53 نقطة، والزمالك الثالث ب 51 نقطة. إنبي منافس الأهلي يوم الحد عنده 40 نقطة، يعني الفرق بينه وبين الأهلي 32 نقطة بالظبط. يعني الأهلي أفضل دفاعا وأفضل هجوما لا يزال، 66 هدف يا باشمهندس، ودخل مرماه 15 هدف. الملاحظ في الدوري يا أستاذ إبراهيم والجدول إنه بيعبر تعبير صادق جدا عن ترتيب الأندية. يعني الأهلي أقوى هجوم وأقوى دفاع، جايب 72 نقطة، محقق أكبر عدد من مرات الفوز 23 فوز، محقق 66 هدف عليه 15. الإسماعيلي تاني أقوى هجوم 40 جول، ولكن ولكن دفاعه يعني لا مش أقوى دفاع، هو ثالث أقوى دفاع، يعني الزمالك 21 هو 23 داخلين فيه. فارق الأهداف 17، فإذا فارق الأهداف للإسماعيلي أكتر من الزمالك، الزمالك فارق الأهداف 14. المصري هو اللي داخل في الصورة بقوة دلوقتي. المصري بقى برضه نتائجه بتعبر عن الموقف المترقب اللي هو فيه. هو له ماتشين أقل من الإسماعيلي والزمالك والأهلي. جايب 48 نقطة، لو كسب الماتشين هيبقى 54 نقطة، إذا يقفز إلى المركز الثاني، وقطعًا قطعًا إن فارق الأهداف هيزيد وفارق الهجوم هيزيد. ولكن يبقى الزمالك اللي هو في المركز الثالث وينتظر كبوات الإسماعيلي والمصري. إذا المصري كسب الماتشين دول الزمالك هيبقى رابع. حسبة الأهلي دلوقتي لازم تتجه للمصري. إزاي؟ عدد رصيد نقاط المصري هي اللي ممكن لو كسب كل ماتشاته والأهلي ما كسبش ولا ماتش المصري ياخد الدوري. عدد نقاط المصري تزيد عن ال 72 نقطة بتاعت الأهلي حاليا. المصري قد يصل للنقطة 75. شوف بقى في الأرقام دي التقيت اليوم
المؤرخ الرياضي الجميل حبيب وحبيبك والمعلق طارق الأدور. فقعد ابتدى يحكي لي على 11 شفته في النادي هتلاقيه في الفول في الفول. بيكلمني على 11 رقم قياسي ينتظره الدوري المصري والنادي الاهلي. وان الاهلي هو الذي يحطم ارقام الدوري ويحطم ارقام نفسه. ووعدني انه هجهزهم وهيدهم لنا في مداخله، بس انا نسيت اقول الكلام ده في اول الحلقه. لان واحسن عشان كنا لعبنا ماتش ربما يتحقق من خلاله ارقام اخرى. فانا عايز الجماهير تنتظر هذه المكالمه لانها هتكتب حاجات مهمه. طب انت مش ملاحظ حاجه في الجدول بالنسبه للانبي؟ يعني شخصيه انبي كفريق طول عمره فريق قوي دفاعيا، من الفرق اللي بتلعب كره رخمه قوي في ده دفاعها اضعف من هجومها. لاول مره انبي من اول ما صعد للدوري في 2002 2003 تلاقيه دفاعه اضعف من هجومه، يعني عليه مش ليه. انبي مسجل 29 هدف دخل فيه 30 هدف، ده مش انبي خالص، بالماينس عليه فارق هدف، لانه كسب 10 ماتشات من ال 27 وتعادل 10 وخسر 7 ماتشات. عنده 40 نقطة لكن عنده هشاشة دفاعية واضحة جدا مع انتاجه الهجومي اقل. وده زي ما قلت لك يا باشمهندس مش ده انبي. انبي كنت يعني دايما تكسبه بصعوبة، يعني لا هو انبي من اول ما طلع كابتن طه بصر الله يرحمه، من اول ما طلعهم لا فرقة حلو شكل الكرة الدفاعية الحزة. وبعدين لا هو شوف انبي مش من الفرقة اللي بتتجه الى الدفاع بصرامة، عندها مزاج كروي ومذاق كروي. يعني انا اتذكر كل ماتشات اهلي وانبي فيها سكور غزير، يعني يعني باستثناء الهزيمة 1-0 منه اللي اطاحت بالدوري. ده احنا يومين ده يعني 12 جول. يعني انت سجلت في انبي لكن تشوف المعدل بتاعك، انت لعبتهم 30 ماتش سجلت فيهم 55 هدف. ايوه سجلوا فيك 33. يعني ما فيش مباراه ما سجلوش فيها. واخد بالك؟ لكن وده بيبقى على حساب الدفاع، يعني تجد نتائجنا 4-3 3-3 3-2 يعني في معظم الاحوال كده. مش الفرق اللي تنزل انت بتفكر ازاي تحل طلاسم الدفاع بتاعها والتكتل، يعني عندها كبرياء انها تلعب. بمناسبة انبي مبسوط لبداية صلاح محسن؟ معانا؟ طيب لو نسينا اللغط اللي عليه لا بيعمل بداية كويسة قوي. في امارات، في سرعات وفي قوة وفي تحرك وفي رغبة وفي اسيست وفي جوان جات وجوان اتلغت ملوش ذنب فيها. لا وفي شهية مفتوحة بداية في وجود فريق زي النادي الاهلي في الفراودة دي. لا طبعا يعتبر يعني مش عايزين مقارنته بما تم دفعه فيه او توقعاتنا ان لازم يبقى محمد صلاح. محمد صلاح احنا في السنة كام بعد ما مشي؟ 7 يمكن. فالقياس مش كده طبعا. فانما هو امكانياته مؤكد ان انطلاقاته قوية جدا. ربنا ما يعيدهاش احداث تاني. نتمنى بقى الجو يهدى شوية، نتمنى ندرك مسؤوليتنا تجاه الدولة، نتمنى ان كبارنا برضو كل واحد ينشغل بنفسه يسيطر على مكانه يطوره لصالح البلد. نتمنى ان نشوف تضحيات جنودنا اللي وشهدائنا وخير كل واحد شهيد بيمثل لك مشروع تشوف الطول والعرض والتدريب والشخصيه ايه يعني استثمار البلد استثمرت في الشباب الشهيد ده استثمار عالي جدا. كل واحد فيهم اكنه كتيبه. فيخلينا نخجل من انفسنا، كفايه تنظير بقى شويه، نحب مصر حبه، نعدي المرحله دي لما يخلص اشتباكاتنا مع الخارج نصفي حساباتنا مع بعض في الداخل. ايه المشكله؟ لا هو اللي عايز البلد عايزها هيعمل بيها ايه؟ ده هيتورط. ده اللي بيحصل النهارده في مصر النهارده ده
معجزة ان في مسؤولين عارفة تدير الامور في كل المحاور، بتنمي وبتعمر وبتعمل مشاريع صحيح. وبتحارب و... صحيح. وبتقاوم وعندها عجز في ميزان المدفوعات وعايزة توكل شعبها. الحاجة غالية بس كلها موجودة. يا ما جرينا ورا طوابير الفراخ في الخمسينات والستينات. لا كل حاجة موجودة. وما أدراك ما الستينات. ايه؟ وما أدراك ما الستينات. الجملة إياها. طبعا. مصر أمانة، خدوا بالكم البلد، دمتم للأهل دائما، ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير. نلتقي في التاسعة مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.